الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه يوم الجمعه من كلام تاني، هنفتح مع حضراتكم مجموعه من الملفات والموضوعات المهمه النهارده. لكن الحقيقه خلوني ابدا بشكوى جات لي من بعض الاهالي وبعض الزائرين لمستشفى سرطان الاطفال. الاطفال بيشتكوا من مساله عزلتهم، يعني حضراتكم اللي بيبقى عنده طفل مريض بمرض السرطان، للاسف طبعا في اطفال بيتم احتجازها في المستشفيات لتلقي العلاج لفتره طويله، وفي اطفال ثانيه بيقدروا ياخدوا جرعات العلاج وبعد كده بيروحوا لمنازلهم عادي ويبداوا يروحوا المدرسه. مساله ان الاطفال دول يتم عزلهم في فصول معينه او يتم التعامل معهم بشكل مختلف عن الطلبه اللي موجودين في المدرسه والاسوياء، ربنا يعني يدي الجميع الصحه ويشفي ابنائنا المرضى بالسرطان ان شاء الله، ده بيأثر قوي في نفسيه الطالب. والحقيقه ان حضراتكم عارفين ان مساله العلاج لمرض السرطان بيدخل فيها بشكل كبير جدا الحاله النفسيه والمعنويه لهؤلاء الاطفال، فاحنا الحقيقه محتاجين نغير ثقافتنا في التعامل مع هذا الأمر ونقول كلام تاني. الكلام التاني هو أن يتم إدماج هؤلاء الأطفال بشكل طبيعي جدا، لأن مرض السرطان مش مرض معدي عشان نعزل الأطفال دول ونخلي ليهم أماكن محددة يتم عزلهم فيها عن بقية الطلبة. حبيت بس أقول هذا الأمر ربما يساهم في تغيير هذه الثقافة وربما خلينا حذرين في التعامل مع بعض هذه الأمور الحساسة. هروح مع حضراتكم لأخبارنا النهاردة، والحقيقة إن احنا عندنا محاور كتيرة جدا تتعلق بمشروع هيئة قناة السويس. طبعا المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس هناك تعويل كبير جدا على هذه المنطقة ان هي تنجح في جذب استثمارات حقيقية للوطن. ويمكن حضراتكم تابعتوا الخبر المتعلق بإسناد رئاسة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للفريق مهاب مميش في الأيام الماضية وإعفاء الدكتور أحمد درويش من منصبه. زي ما قلت لحضراتكم هناك تعويل كبير على هذه المنطقة. احنا هنحاول نتابع التفاصيل الخاصة بهذا المشروع وايه الاستثمارات المتوقعة فيه، بس خلوني ارحب بضيفي العزيز على الاستوديو على الهواء مباشرة، معالي الوزير الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس. مساء الخير يا فندم. نور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. الحقيقة في مجموعة من المحاور عايزة أناقشها مع حضرتك، بس هبدأ بإن احنا بنعول آمال كبيرة جدا، ويمكن سيادة الرئيس في أكثر من مناسبة التعويل على أن تكون هناك استثمارات حقيقية تفيد الاقتصاد المصري من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. عايزين نطمن إلى أي مدى احنا قريبين من هذا الأمر. طبعا يعني إن شاء الله في خلال الفترة القادمة بعد إعتماد قانون الاستثمار من مجلس النواب وهنبدا التحرك بسرعه جامده جدا. اي مستشفى بيسال هشتغل بانه قانون، وفي نفس الوقت يمكن انا تفهمت مع وزاره الاستثمار ان القانون ان شاء الله يبقى جاذب للاستثمار ويكون مقلل مخاطر الاستثمار على اي مستثمر، يكون بيدي مزايا عينيه ومزايا ضريبيه للمستثمر عشان نحفز على الاستثمار في المنطقه. لكن اصلا موقع المنطقه يسمح بنجاح الاستثمار. الموقع ده مش موجود يمكن في العالم كله، احنا بنصل بين بحرين البحر الاحمر وبين القارتين في افريقيا واسيا، وعندنا مرور يومي في قناه السويس مش اقل من 50 سفينه في اليوم. لكن لازم نستثمر هذا الموقع في القيمه المضافه وصناعه القيمه المضافه. لان بيعدي يعني السنه اللي فاتت حتى القناه السويس حوالي مليار طن. القيمه المضافه ان احنا نقدر نستثمر ده في خلق حاجه جديده نقدر ناخد منها عوائد معينه. بالظبط، حضرتك لو عندك مناطق صناعيه ومناطق لوجستيه مجهزه تماما وعندك عماله فنيه مدربه وقوانين تشجع الاستثمار، الموقع ده يجذب المستثمرين. وفي نفس الوقت ان احنا عشان نعمل قيمه مضافه احنا عايزين نفتح فرص عمل للشباب. صحيح. وللمصريين. وفي نفس الوقت ما فيش قيمه مضافه هتتعمل او مناطق صناعه هتتعمل من غير بنيه تحتيه قويه جدا. من مصادر طاقه ومياه.
كل ده في الفترة القادمة احنا مركزين فيه. احنا نرفق الاراضي موجودة في المنطقة، كل ما ترفقي الاراضي كل ما ترفعي ثمن حق الانتفاع موجود فيها، وكل ما تكون جاذب للاستثمار. اذا المستثمر مش هيجي وانت ما عندكش بنية تحتية قوية. في نفس الوقت احنا لازم يعني نبقى مرنين في التعامل مع المستثمرين، نكون جاذبين ان احنا نعرض نفسنا بصوره كويسه، نعرض فرص الاستثمار عندنا كويسه بفكر مرن. تمام؟ النهارده عندك ثلاث اسواق، السوق الاقليمي اللي حواليك، السوق العالمي عبر قناه السويس، والسوق المحلي. السوق المحلي النهارده مع الزياده السكانيه اللي موجوده في مصر بقى سوق صاعد واحد، سوق ضخم جدا. فكل ده لازم نقدم نفسنا للمستثمرين بصوره رائعه، وبصوره ان يجي المستثمر هو مطمئن انه هينجح في الاستثمار. طيب فرص النجاح في الاستثمار هنا اكتر من اي حته ثانيه في العالم. طيب سياده الفريق، بصراحه شديده احنا بنتكلم عن استثمار يعني متوقعينه قصير المدى ولا متوسط المدى ولا طويل المدى؟ لازم تشتغلي في الثلاثه مع بعض. تمام؟ في قصير المدى وفي متوسط المدى وفي طويل المدى. ولازم يبقى دور الصناعات الصغيره والمتوسطه دور كبير عشان تفتح فرص عمل للمستثمرين المصريين من الشباب. فرص الاستثمار في مشاريع هتاخد وقت، تاخد الوقت بتاعها، وفي مشاريع مردودها هيكون سريع، وفي مشاريع متوسطه الاجل، فلازم تنوعي بين الثلاث مصادر، لان لو عملتي مشاريع طويله الاجل فقط يبقى انت هتفضلي مده كبيره جدا علشان تجني ثمار هذا الاستثمار. صحيح صحيح. والاقتصاد المصري محتاج انعاشه حقيقيه، عشان كده الناس بتقول استثمروا في مشروعات تجيب يعني عائد سريع، لان احنا وضعنا محتاجين فلوس. بالظبط. لازم نمشي بالثلاث اتجاهات في وقت واحد. طيب الا تقلق حضرتك سياده الفريق الركود اللي موجود في حركه الاقتصاد العالمي، في حركه التجاره العالميه، لان ده بالتاكيد بيأثر. بس هو الحمد لله بدا يتعافى 2017 وبدا الكيرف يطلع لفوق. تمام؟ ويمكن معدل العبور في قناه السويس دلوقتي ومعدل مرور السفن الحمد لله في ازدياد، والعائدات في ازدياد. ده مؤشر التجاره العالميه بدات تتعافى. التجاره العالميه طول عمرها اب اند داون، يعني تنزل وتطلع. صح صح. فبالتالي نزلت في السنه 2016 و2015 وبدات تتعافى في 2017، ومنتظر انها 2018 تبقى في التوب ان شاء الله. طيب حضرتك بتقول ان ايراداتنا من قناه السويس ارتفعت، يعني قياسا على فترات سابقه يعني كان فيها انخفاض ثم ارتفعت في الوقت الحالي؟ طبعا احنا بنعمل مقارنه دايما بين السنه دي والسنه اللي قبليها والسنه اللي قبليها. 2016 2017 بالظبط. السنه دي الحمد لله انا مثلا من اول يناير لغايه دلوقتي حققنا نسبه زياده 4% في الدولار، وفي المصري طبعا بعد تغيير عمله واصلين من 116%. ده مؤشر كويس وبيزيد كل يوم عن الثاني، لكن التجاره العالميه لما بتنزل احنا بنتاثر. احنا بنؤثر ونتأثر، لكن الحمد لله عدينا الفتره دي. والسنه اللي فاتت لما التجاره العالميه نزلت احنا عملنا سياسه تسويقيه مرنه جدا، وقدرنا نجذب اكبر عدد من السفن وحافظنا على عائدات قناه السويس تقريبا. السنه دي النهارده بنتبع سياسه تسويقيه جديده. انا امبارح كنت قاعد مع التحالفات كلها اللي فكرت ان هي تغادر، عملت اجتماع معاهم وليهم مطالب، ولازم مش هتاخد كل حاجه غير لما تيجي. قعدنا اتفاهمنا مع بعض وان شاء الله كلهم هيبقوا موجودين، ومزيد من السفن هتمر في قناه السويس. اما بقى المشروع نفسه فحاجزه بقى سفن اكتر، لانه بيعتمد على مواد خام هيتم استجلابها ومنتج هيتم تصديره. اعداد السفن هتزداد ودخل مصر من العملة الصعبة هيزداد نتيجه نجاح هذا المشروع ان شاء الله. طيب حضرتك اثرت نقطه في غايه الاهميه، ان حضرتك بتفكر في حكايه الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس ان احنا نشتغل على محورين، والحقيقه هما في غايه الاهميه، يعني ما فيش استثمار اجنبي هيجي الا اذا الاستثمار المحلي اشتغل بشكل كويس، لان ده هيمثل اكبر رساله طمانه للمستثمر الاجنبي ان القطاع الخاص في هذه الدوله يستثمر امواله، اذا المجال امن للاستثمار. ماذا عن معدلات الاستثمار المتوقع او المقدمه من القطاع الخاص في الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس؟ والله احنا طبعا
يعني بالعكس انا عايز اقول حاجه، احنا الاستثمار المصري ده مهم جدا لنا، ان برضه يعني الاستفاده منه لفتح فرص عماله وتنشيط تنشيط الجهاز المصرفي المصري ده مهم جدا. فاحنا طبعا فاتحين يعني ازرعنا للاقتصاد القومي المصري والاستثمار القومي المصري. هل تقدمت لحضرتك طلبات بمشروعات استثماريه في هذه المنطقه؟ كتير. يعني في مشاريع استثماريه، بس انا زي ما بقول لحضرتك انا عايز لما اتكلم مع المستثمر لازم اتاكد اصل المعادله انا ومستثمر والوطن. صحيح. لازم احنا الثلاثه نكسب. صح. لازم المستثمر يكسب ولازم انا اكسب وبلدي تكسب. ما ينفعش واحد فينا يكسب والتانيين ما يكسبوش. صحيح. هي المعادله متساويه بيننا. لكن انا وبلدي لازم نكسب، فبالتالي عندنا استثمار، لكن عشان انجح هذا الاستثمار لازم يبقى في بنيه تحتيه سليمه، ولازم في قانون استثمار معتمد عليه ومصدق ينجح هذا الاستثمار، وده اللي بنعمله اليومين دول. لكن عايز اطمن حضرتك ان طلبات الاستثمار في المنطقه كثيره ومتنوعه، احنا بنلاقي احسن الاختيارات ونوفر لها سبل النجاح ان شاء الله. طيب طبعا حضرتك تابعت القصة اللي حصل فيها محاولة واضحة لتشويه حركة الملاحة في قناة السويس، وأن هناك بعض المضايقات اللي بتتعرض إليها بعض السفن، وبعض الأوصاف اللي قالوا فيها أن هناك نوع من الابتزاز يتم يعني السفن دي تتعرض ليه من قبل الملاحيين أو المرشدين اللي موجودين. طبعا في بيان حضراتكم كذبتم في هذه الواقعة، لكن حضرتك عارف أن واقعة من هذا النوع ممكن أن تثير حالة من البلبلة الشديدة. يعني يا فندم القانون بيقول ان لو في اي مخالفه من اي من المرشدين او اي حد بيعمل على السفينه لازم ابطال السفينه يبلغنا فورا بالمخالفه دي عشان ناخد اجراء. قائد السفينه لم يبلغ بالمخالفه دي. انا رجعت للتوكيل بتاع السفينه. كويس قوي. والشركه صاحبه السفينه ردوا عليا ان المخالفه دي لم تقع، وان احنا بنشكر قناه السويس ونشكر العاملين في قناه السويس وان العبور امن والعبور رائع. رحت رديت عليهم وطلعت البيان اللي جاي من التوكيل مرفق في الرد. صحيح، هو معانا على فكره، احنا جبنا صوره منه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل يا فندم. معلش، يعني احنا موقع قناه السويس والمشروع البوتنشال او القيمه عاليه جدا، فهم عايزين يعني يعملوا اي حاجه عشان يوقفونا. قبل كده يعني الضرب حصل في السياحة، المورد الثاني بتاعنا الرئيسي والمهم هو قناة السويس، فبالتالي حطوا بأكثر درجات التنظيم والإدارة الجيدة جدا مسألة في غاية الأهمية. بالظبط، هم يعني دول ناس يعني رادين شر مصر. قبل كده قالوا التحالفات حتسيب شرق بورسعيد وتمشي، بعد كده يقولوا قناة السويس فيها مشكلة. الكلام ده غير واقعي وغير سليم، وانا قدام ربنا سبحانه وتعالى او قدام القياده السياسيه مسؤول على هذه المؤسسه. هذه المؤسسه خليني يعني نتناقش من الداخل سياده الفريق، وانا متاكده ان صدر حضرتك هيتسع. يعني هذه الامور هي امور في غايه الاهميه، والبعض بيقول ان احنا صحيح الحمد لله في نفي، واحنا هننشر البيان الخاص من هذا التوكيل الملاحي، لكن وجود رقابه على الاداء الخاص بالعاملين، لان الامر يتعلق بسمعه الدوله باقتصادها القومي بشكل كبير جدا، وبالتالي وجود نظم للمراقبه والمتابعه، لان دي قصه يعني حتى حضرتك عارف دي كانت عنوان في معظم وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الاجنبيه، قصة قناة السويس المالبورو. يعني هذه هذا العنوان هو عنوان يجب أن نتصدى له بكل الطرق أكثر مما تصور. قاضى على الأداء في البريدج بتاع المركب صوت وصورة وبين خلنا لو في أي حاجة وكناش. صوت وصورة يا فندم، يعني حضرتك في غرفة عمليات بتنقل كيف يتم التعامل مع المركب، فيها فيديو آر، فيها كاميرا في الممشى، بتنقل على طول الاحداث ونعرف على طول، ولازم التعليمات ان كابتن السفينه يبلغنا على طول باشاره مكتوبه فاكس ان في حصل كذا كذا، بناخد الاجراء قبل ما يطلع من قناه السويس، يكون الاجراء اتاخد وبلغ قائد السفينه. هذا نجاح باستطلاقه الحمد لله.
الحمد لله. طيب بما ان حضرتك فتحت موضوع مهم الحقيقه، هو موضوع انسحاب بعض الشركات العالميه من ميناء شرق بورسعيد، والحقيقه طبعا ده كان موضوع في غايه الاهميه، لان احنا زي ما بيقولوا كده بصراحه يا فندم بلغه المصريين في عرض اي استثمارات، فان تنسحب بعض الشركات ده وتعلن ذلك، هي اعلنت، في شركات اعلنت هذا الامر بوضوح، كيف تم التعامل مع هذا الامر؟ اولا حضرتك التحالفات دي هم 5 تحالفات، يمكن في تحالف واحد بس اللي بيشاور عقله، لكن الباقيين انا كنت قاعد معاهم امبارح لم ينسحب احد. بيشاور عقله يعني ما جاش لحضرتك طلب رسمي منهم بالانسحاب؟ لا ما بيجيليش، انا جه لي المحطه اللي بي 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 بيخش يربط فيها. لكن يعني وصلهم هذا النوع من الطلبات ولا غير حقيقي، هو مجرد تلويح بالانسحاب؟ تلويح مع توكيل واحد فيهم، هم بيحسبوها بالدولار وبالمليم. حصل ان في قرار كان طلع في المده الاخيره زود مصاريف الطرق والرباط والقطر في ميناء شرق بورسعيد. فاحنا في التفاهم، انا خدت معايا وزير النقل امبارح ورحنا هناك وعملنا تفاهمات، ان احنا طبعا زي ما حضرتك بتقول عايزين كل دولار وعايزين كل سفينه. وعندنا منافسة، يعني عندنا مواني على مستوى العالم بتنافسنا منافسة كبيرة جدا. بالظبط، عندنا بريس في لبنان وفي قبرص وعندنا لازم يبقى احنا قد هذه المنافسة. وبالتالي كان في شوية يعني لخبطة كده في الحسابات، فاخدنا قرار ان شاء الله ان قناة السويس هي اللي تبقى مسؤولة عن حساب مرور السفن سواء في المواني او في قناة السويس، لان انا عمرك مع حضرتك ما تسمع عن اي حاجه في قناه السويس او اي كوربشن او اي حاجه. احنا عندنا منظومه من زمان، منظومه حسابات في الوحده الاقتصاديه في قناه السويس بمنتهى الدقه، فاتفقت مع وزير النقل ان احنا في قناه السويس اللي نحاسب على فاتوره واحده من اول ما تدخل السفينه لغايه لما تغادر حتى المواني بتاعتنا ان شاء الله. طيب يعني حضرتك قلت ان كانت مجرد عملية تلويح لكنه لم يتم يعني اجراء رسمي، اذا نحن ما زلنا في مرحلة التفاوض مع هذه او مع هذا الخط بعض هذه الشركات. التحالف ده موقعه في لندن، وانا وزير النقل رايحين ان شاء الله يوم الاحد القادم لندن عشان نقابل هذا التحالف. هاي يعني فعلا لم يصل او لم يحدث انسحابات، ده عنوان مهم جدا ان شاء الله، واحنا ما فيش مشكله هتحصل غير لما هنواجهها. ليه؟ لان مش عايزين احنا يحصل كده ان حد، معلش يعني احنا بننجح في شرق بورسعيد جدا دلوقتي في المينا، فيبدا ناس معاديه من دلوقتي تحاول تشوه سمعه مينا شرق بورسعيد. احنا بنلحق الموقف من الاول، لان احنا ان كومبيتيشن، احنا في منافسه في المنطقه وفي العالم كله، ولازم نكون قادرين على هذه المنافسه. صحيح يا فندم. ولازم نواجه اي حاجه بمنتهى القوه. والحقيقة أن حجم المردود خلال الفترة القادمة من مشروع هيئة قناة السويس الجديدة أو من المنطقة الاقتصادية هو اللي هيقدم إجابات لعديد من الأسئلة اللي هي الحقيقة مشروعة حول جدوى هذا المشروع، ربما حضرتك تتفق معايا في هذا الأمر. طبعا طبعا، لأن المشروع ده يعني هو أمل مصر في المستقبل في الفترة الجاية إن شاء الله. بيعتمد على عبقرية موقع مش موجود في الدنيا كلها، احنا تأخرنا كتير قوي ان احنا لم نستغل هذا الموقع. آن الأوان ان احنا نستغل هذا الموقع بس على أسس علمية وأسس اقتصادية وأسس استثمارية سليمة إن شاء الله. ممكن أسأل سؤال يعني خاص شوية؟ هل حضرتك تفاجأت بقرار سيادة الرئيس بإسناد مهمة المنطقة الاقتصادية لحضرتك خلفا للدكتور أحمد درويش؟ تماما. فوجئت. ان انا قبليها بيوم يعني قالوا لي انت هتعرض المشروع في المؤتمر بتاع الشباب. صحيح، احنا كنا موجودين مع حضرتك وحضرتك عرضت المشروع. انا قلت استغربت يعني ليه انا، يعني قلت لهم يعني قالوا لي انت اللي هتعرض. فطلعت عرضت وانا كنت مش مجهز قوي، بس انا المشروع من الاول خالص، انا من اول كلمه في المشروع ده انا كاتبها بايدي لحضرتك، لان انا كنت رئيس المجلس التنفيذي للمشروع ده قبل الدكتور احمد داريس. كنت عايش وانا اللي عملت، يعني مش انا، مجموعه في العمل بتاعتنا عملت التندر بتاع الماستر بلان واشتغلنا لغايه لما بدانا في شرق بورسعيد. فالحمد لله انا حافظ المشروع انا ومجموعه العمل معايا، وطبعا العاملين في الهيئه الاقتصاديه ناس محترمه كلها،
والدكتور احمد درويش راجل محترم جدا، لذلك احنا بنكمل بعض، احنا بنكمل المشوار بس كلنا على قلب رجل واحد عشان مصلحه الدوله المصريه ان شاء الله. بس يبدو ان البعض بيتوقع ان درجه التفاهم بين حضرتك وبين الفريق اللي موجود ربما ستكون اعلى يعني. اه لان انا يعني عايش معاهم بالظبط كده. وجود يعني شخصيه مع كامل الاحترام طبعا والتقدير زي ما حضرتك تفضلت للدكتور احمد درويش، يعني ربما البعض كان بيقول انه كان يجد صعوبات في مساله التوافق العام، هل هذه التقديرات صحيحه؟ لا شوف يا حضرتك، طبعا انا ما اعرفش ايه اللي حصل في الفتره اللي فاتت. انا ببتدي من اول ما استلمت المهمه. انا بعتبر المهمه دي يعني مهمه قتاليه مثلا كلفني بيها الرئيس. طبعا ان شاء الله ننجح فيها. ان شاء الله يعني المشروع ده يبقى مشروع صاعد واعد ليه، مش لنا، لنا ولولادنا ولاحفادنا من بعدنا ان شاء الله. ان شاء الله. سياده الفريق مهاب مميش رئيس الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس ورئيس مرفق قناه السويس، شكرا يا فندم لمشاركه حضرتك معانا. وزي ما حضراتكم شفتوا زميلي احمد نزل لحضراتكم البيان الخاص اللي صدر من هيئه قناه السويس ردا على الحمله اللي تعرضنا ليها فيما يتعلق بمساله او حملت عنوان قناه السويس قصه المالبورو نسبه الى سجائر المالبورو اللي بيتقال ان حصل طول الوقت او بيحصل كم كما تقول هذه الرواية يعني ابتزازات لحركة الملاحة وللسفن الملاحية، والمرشدين بيطلبوا منهم بعض الهدايا سواء كانت في شكل سجاير أو في شكل مكسرات رمضان وفقا للرواية الموجودة. الحقيقة ان قناة السويس وزي ما سيادة الفريق مهاب مميش وفقا للبيان ايضا اللي اصدروه زي ما حضراتكم شايفين قالوا ان ما جاتش شكوى رسمية من شركة الملاحة الخاصة بهذا الامر، ومع ذلك هيئة قناة السويس شكلت تحقيق في هذه الواقعة ولم يثبت بأي حال من الأحوال وقوعها. وصدور هذا البيان والتأكيد على هذه الرسالة هي مسألة في غاية الأهمية، لأن ما ينفعش نتجاهل أو نتعامل بشكل عادي مع واقعة من هذا النوع، لأنها بتأثر على المرفق الحيوي الأول في مصر الآن وهو هيئة قناة السويس. خلينا اروح مع حضراتكم لمشروعات القوانين اللي بيتبناها البرلمان، ويمكن عندنا مشروع قانون خاص بالاحوال الشخصيه قدم من النائبه المحترمه السيده عبله الهواري عضو لجنه الشؤون التشريعيه والدستوريه بمجلس النواب، وبدا الاهتمام ببعض التفاصيل التي جاءت في هذا القانون. هينضم الينا هاتفيا الدكتوره عبله الهواري عضو اللجنه التشريعيه والدستوريه بمجلس النواب، وايضا النائب المحترم الاستاذ احمد طنطاوي. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك دكتور عبله. يمكن تم التركيز في عناوين الاخبار النهارده على بعض التفاصيل الخاصه بالقانون اللي حضرتك تقدمتي بيه، وتم الحديث عن ان حضرتك طرحتي فكره ان الخطوبه تتم بعقد، ويتم في هذا العقد النص على شروط بعينها لاستمرار هذه الخطوبه، وفي حاله فسخ الخطوبه كل واحد يدي الحاجه اللي هو دفعها. هل هذه التفاصيل صحيحه؟ الحقيقه هي مش كلها صحيحه. الحقيقه انا اللي انا عايز اقوله حضرتك ان من سنه 1920 حتى تاريخه لم يتناول اي تعديل في قانون الاحوال الشخصيه يهم عمليه الخطبه. وبالتالي لابد كان المشرع يتدخل حتى يتم تنظيم تلك الحاله، لان بيترتب عليها اثار وبيترتب عليها بعض الاضرار لأي من الطرفين. علشان كده سيادتك الفلسفه بتاعت مشروع القانون اللي احنا دخلنا بيه فيما يتعلق بنفس الماده الخاصه بالخطبه حمايه لحقوق الطرفين سواء الخاطب او المخطوبه. نص الماده اللي تناولناه في هذا التعديل مثلا نحدد مده للخطوبه ولتكن سنه، بحيث ان يعني تكون العملية جادة. العريس عندما يدخل المنزل يبقى جاد إلى حد ما، لأن زي ما حضرتك عارفة إحنا بيوتنا ليه حرمات، فمش معقول العريس يبقى داخل طالع موجود في البيت بصفة مستمرة ولمدة أكتر من سنة وبعد كده يقول معلش سوري لأي سبب لأي سبب. فإحنا مش بنوثق ولكن بنقنن هذا الوضع. لازم يكون هناك مده
محدده او حد اقصى لفتره الخطوبه. تاني حاجه ما يتعلق بالشبكه وما يتعلق بالهدايا. احنا بنشوف مشاكل كتير بين الاسرتين في حاله فسخ الخطوبه، لان بيبقى في ضرر واقع كاثر مترتب على معاني فسخ الخطوبه. كل ده احنا بنقوله في اتفاق بين الاسرتين بحيث ما يوقعش اي ضرر على اي منهم في حاله فسخ الخطوبه، ولكن عمليه ارتضاء. هو موضوع الخطوبه ده كان موجود في قانون الاحوال الشخصيه القديم اصلا؟ لا يا فندم، على الاطلاق. يعني حضرتك استحدثتي هذه الماده او في المشروع المقترح من حضرتك استحداث؟ يعني حضرتك بدايه القانون 25 لسنه 1920 لم يتعرض لتلك الحاله، وبالتالي التعديلات كلها اللي جت بعد كده ما تعرضتش خالص لعمليه الخطبه، بالرغم ان فيها مشاكل كتير وفي تحديات بتواجه كلا الاسرتين عند فسخ الخطبه. عشان طيب كده انا تناولت هذا الموضوع. طيب خليكي معانا يا دكتوره. استاذ احمد طنطاوي، حضرتك سمعت كلام سياده النائبه، هي بتقول ان يعني بتشرح ليه هي فكرت في وضع هذه الماده، لان هناك حرمات للمنازل، وان هناك يعني البعض من تساوي له نفسه بيتعامل مع الموضوع بشكل لا يتسم بالجديه. ايه راي حضرتك؟ اولا تحياتي لحضرتك ولسياده النائبه المحترمه ولمشاهديك الكرام. انا بس في دقيقه واحده عايز اقر حق النائبه وكل نائب في انه يقدم يعني مقترحات قوانين او تشريعات من وجهه نظره وتعرض وتدخل ضمن الاليه التشريعيه وتكون يعني محل نظر وفقا للاليات المتبعه اللي بتنظمها لائحه المجلس. ده حق عام، لكن انا اتمنى انه يضبط بحاجتين. الحاجه الاولى هي الدستور، لانه المشرع القانوني ليس في مكنته ان يخرج، على المشرع الدستوري. واهم حاجه في الدستور فيما يتعلق بالنقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي هي الشريعه. مش بس لانها المصدر الاساسي للتشريع، انما علشان بيدور حولها كل التشريعات المتعلقه بالاحوال الشخصيه وقضايا الزواج والميراث الى اخره. النقطة الثانية هي فلسفة أي قانون بيقدم، إن المفترض إنها تأتي استجابة لمشكلة قائمة بالفعل، تحاول تقدم لها حلول، مش تعقد من مشاكل القائمة. يعني حضرتك بتعتبر إن تحديد مدة الخطوبة تحديد بنود يعني للاتفاق يعني بينهم على الأمور التفصيلية الخاصة بالشبكة والهدايا، ده إن القانون أو مشروع القانون تضمن تعقيدات؟ بالتأكيد، يعني لما أصل إلى هذه الدرجة التفصيلية هعمل حاجتين. الحاجة الأولى إن أنا سأجعل من فكرة الخطوبة نفسها اللي هي علاقة ودية للتعارف شيء رسمي، وكما لو كان مقدمة لعقد الزواج نفسه، ده ممكن ياخدنا من فكرة إنه عقد الزواج هنا ممكن يبقى على مرحلتين، وكلام عن إنه عقد الزواج ده نفسه مستقبلا يبقى عقد بالشكل ده مدني. دي نقطة. النقطة الثانية إنه لازم نقر بانه فكره الخطوبه تختلف من مجتمع الى اخر، من بيئه الى اخرى، من مستوى اجتماعي الى مستوى اجتماعي اخر، في اللي بيكتفي بدبله، في اللي بيقدم هديه غاليه، في اللي بيجيب شبكه، في الناس اللي بتتفق على يعني هي عرف مجتمعي، يعني ما فيش قواعد بتحكم على اي حاجه، لان واحد بيخطب بنت عمه او جارته، فالمساله بتبقى في النهايه ناس تعرف بعض ومقربين ومتقبلين. طيب هي الدكتوره عامله بتقول يعني يبقى في شرط الجديه، وبعدين ما يعني بتقول ان ما لم يتم، يعني حضرتك عارف لما بيحصل خطوبه يتخانقوا هياخدوا الشبكه ولا مين اللي فسخ الخطوبه، والشبكه دي من حق مين، والهدايا اللي جابها والحاجات كده. قبل ما ننظر يا فندم في هذا القانون، في امر واقع بيحصل النهارده ان الناس فعلا بتحصل خلافات بينها وبيتخانقوا، بيلجأوا الحل من اثنين، اما الحلول العطفيه ان يروحوا يشوفوا حد كبير ومسموع ويلجاوا اليه وبيحل حل وسيط، او بيروحوا المحاكم فعلا. القاضي يا فندم لما ما بيكونش عنده نص بيحكم بالعرف، لانه المعروف عرفا. ما هي بقى الدكتوره عامله عايزه تعمل نص يا استاذ احمد. هقول لحضرتك هتبقى مشكله النص ايه حالا يا فندم، لكن هو لو ما فيش نص القاضي بيحكم بالعرف، لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طب لو ما فيش عرف يحكم بقواعد العداله المجرده، لانه ممكن فسخ الخطوبه ده ممكن يكون نتيجه لخطا من طرف، وممكن يكون نتيجه لخطا من طرف ثاني، وممكن يكون مش نتيجه لخطا اصلا. في ناس ما عرفتش تتفاهم او تعيش مع بعضها او تتكيف، او طباعهم الشخصيه ما جاتش مع بعض. لكن انا لما بحط نص
النص ده مش هيقدر اطبق عليه كل الحالات اللي بتختلف من بيئه للثانيه زي ما قلت لحضرتك ومن مستوى لمستوى ثاني. انا قيدت القاضي النص والزمت بيه في حين انه هي حتى الدكتوره امنه نصير كان لها وجهه نظر ان لو كده هيصبح زواجا وليس خطوبه. ما هو انا قلت يا فندم انه بالطريقه دي احنا بنخلي الزواج عقدين بمرحلتين، والمساله دي ممكن مستقبلا تعمل مشكله كبيره. وانا يعني الدكتوره امنه كلامها هيبقى مهم جدا باعتبار هي قالت يعني ليس هناك في الشرع امر غير شرعي يعني وبيعتمد على عواصف المجتمع. كلامي مع حضرتك اي تشريع يجب ان ينضبط بضوابط دستوريه، وفي مقدمه الضوابط الدستوريه هو التزامه باحكام الشريعه الاسلاميه. طيب خليك معايا يا استاذ احمد عشان اسال الدكتوره عبله. يا دكتور يعني البعض كان بيتوقع ان كنتوا تعملوا توثيق للطلاق، لكن كنتوا تعملوا توثيق للخطوبه ده جديد. يا فندم انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا رشا هاني. اتفضل. انا ما بتكلمش في توثيق وانما بتكلم في تقنين. انا ما بطلبش توثيق. الموضوع ده بيخضع لحاجتين، الناحيه الشرعيه لاني انا المصدر بتاع الشريعه الاسلاميه. الشريعه طب الدكتوره عندنا مسلمه تقول لحضرتك ده مش موجود اصلا في الشريعه، ولا موجود خلافه. الشريعه ما بتمنعش حاجه زي كده. يعني انا هضرب لحضرتك مثلا، هل الشريعه منعت او قررت عمليه القايمه، المنقولات اللي هي بتتحط في قايمه وبيتاخد بيها عرفا وتقليدا، هل الشريعه الاسلاميه قالت لا؟ ولا هل الشريعه الاسلاميه اقرته ولكن هو موجود اصلا؟ القايمه دي بتبقى موجوده اصلا ومعترف بيها كلا الطرفين. وفي حاله طيب قالها طارية يا دكتوره عبله، البعض بيقول ان احنا كده داخلين في تفاصيل ليست من يعني بفقه الاولويات، ليست هذه هي مشروعات القوانين. يا فندم انا مش في تفاصيل. انا بتبقى عمليه التزام مش اكثر من كده، التزام مكتوب زي ما انت التزمتوا بالقايمه وكلا الطرفين مضوا عليها. انا بقول الخطبه نفس الحكايه، لان احنا بنتكلم عن مشاكل يعني عن اثاره هذه النقطه. البعض بيقول لدينا يعني مشروعات قوانين لابد ان نهتم بها وتتصدر اهتمامات مجلس النواب. في اهم من حقوق الاسره؟ مفيش اهم من كده. انا من حقوق الاسره يا دكتور ان يتم يعني من حقوق الاسره يا دكتور ان يتم الاهتمام بقضايا العداله الاجتماعيه. حضرتك تتقدمي مشروع قانون خاص بسرعه الانتهاء من هل العداله الاجتماعيه بتمنع ان انا اشوف حقوق الاسره كمان؟ انا شايفه مع الانفلات الموجود في الوقت الحالي ان الشاب بيبقى داخل منزل الاسره اللي ليه حرمانيه ويقعد بالسنه والاثنين والثلاثه، وبعد كده لاتفه اسباب، وممكن يكون نيته غير 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 عمليه الجديه في الموضوع، وبعد ثلاث سنين يقول خلاص ويطلع. واضحه. انا بقننها يا فندم. انا بقول ورقه بين الاثنين، اتفاق بين الاثنين عشان كلاهما. ما هو ورقه او اتفاق يعني عقد؟ ما هو اسمه ايه الورقه والاتفاق ده؟ اسمهاش يعني ما انا هي... انا ما وثقش. طب حضرتك رجع عليا او سيادتك. هي ايه الفرق لما يبقى بيني وبين حضرتك ورقه عرفي كده او ما مالهاش قيمه طالما هي مش يعني مش وثيقه؟ فانت مش مالهاش قيمه. ما هي القايمه اللي احنا بنعملها دي، المنقولات اللي بتثبت فيها مش بناخد بيها، ما هي زيها. ما بنقولش ليه والله لا بلاش قايمه وانا اتفقت معاك. ما هي القايمه بتبقى استنادا لعقد الزواج. مفيش اتفاق على عقد خطوبه. لا يا فندم، لا، عقد الزواج ما بيبقاش في حاجه زي كده. عقد الزواج دلوقتي الوثيقه بقت نموذج، ما فيهوش حكايه القايمه دي. يعني حضرتك شايفه كنائبه في البرلمان عمليه باتفاق بين الاثنين. طب حضرتك شايفه كنائبه ان ده موضوع يجب ان يتصدر اهتماماتنا او لو او او لو طبعا. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه، القانون ده قانون كامل للاسره. انا لم اتناول بالظبط، وانما جميع الحالات، من زواج، من طلاق، من رؤيه، من حضانه، من نفقه، يعني في موضوعات كله. انا بتناول اول نص في القانون، في مشروع القانون، ولكن انا مقدمه مشروع قانون متكامل للاسره. ان شاء الله يبقى عندنا فرصه. حضرتك خدتي موافقات عليه من الاعضاء ولا لسه؟ لا يا فندم لسه. طيب هنشوف ايه اللي هيحصل في تطورات هذا القانون. دكتور عبله الهواري، عضو اللجنه التشريعيه لمجلس النواب، شكرا يا فندم. والنائب المحترم استاذ احمد طنطاوي، عضو تحالف 2530، شكرا. النهارده الحقيقه احنا بنحاول يوم الجمعه دايما تبقى الجرعه لطيفه وخفيفه على الناس كده،
فالحقيقه جات لزميلنا مصطفى سامي فكره ان هو ينزل الشارع ويسال عدد من الناس كان نفسكم في ايه، والحقيقه ان كان نفسكم في ايه او نفسكم تبقوا ايه هي مساله متكرره. يعني السؤال ده دايما يقول لك والله انا كان نفسي اكون لكن بقى الدنيا ما ادتنيش الفرصه. نشوف مصطفى سامي عملها ازاي. أكيد كل واحد فينا كان بيحلم بحاجات كتير وهو صغير، ولكن لما كبر كل حاجة اتغيرت، وخصوصا لو انت في مصر فانت بتحلم بحاجة وبتدرس حاجة تانية، ولما بتيجي تشتغل بتشتغل حاجة تالتة خالص. كنت بحلم اخش كلية طب ودخلت حقوق بقى. كنت بحلم ان انا اخش اعلام، لقيت نفسي دخلت حقوق، معرفش ازاي سبحان الله. انا راضي ذمتك بقى، ده منظر ينفع يكون وجهة قناة؟ كنت بحلم بلعب كورة بس للأسف ما حصلش نصيب يعني، وبقت مقضية خماسي دلوقتي. كان نفسي أطلع مدرس لغة إنجليزية ناجح، وحاليا شغال خدمة عملاء فقط لا غير. كنت بحلم بلعب كورة دلوقتي بقيت ديليفري. البيضة دي متأكل منها؟ ما هي من كتر حلاوتها كلت نفسها. كنت بحلم وأنا صغير إن أنا أخش كلية إعلام وأطلع مذيع وكده، اضطريت إن أنا دلوقتي أخش كلية تجارة عربي وجايب 96%. معايا شهادة عالية. تاني على الدهدي. يا سلام، سلم على مخك البلالان، يا بحر العلم، يا درعة المفهومية. كنت نفسي في هندسة، وشاء القدر اني في اداب صيني بقى في الاخر. كان نفسي ادخل هندسة عشان انا كنت جايب مجموع كبير في السنة، وبس ما لحقتش هندسة فدخلت تجارة احسن من وحشين. كان نفسي طبعا ومن عيني اني كنت اكون ممثل كوميدي، بقيت نقاش معماري للاسف عشان ما كملتش تعليمي. اقول ايه؟ اقول الحق مش عليك، الحق عليا، انا سلمت القلب ليك وحرمته بالهنا، وعايز نسأل عليك ولا ما تغيب سنة، الحق مش عليك، الحق عليا انا. في لحن ضرب في دماغي، تسمعه قبل ما تيجي. ثانية اهو، ثانية مش هياخد اكتر من دقيقة. كان نفسي اكون حاجات كتير قوي، بقيت في كليه تجاره. كان نفسي اكون رجل اعمال ناجح. صحيح انا الحمد لله لغايه دلوقتي قدرت احقق نص السكه. ازاي يعني قدرت ابقى رجل؟ والحمد لله انتهيت من بكالوريوس الاعلام، لسه بقى مستني بقيه الاعمال. كان نفسي في حاجات كتيره، وكان نفسي ابقى طيار ولاعب كره قدم، بس فيش نصيب والدنيا اختلفت خالص معايا والله. يعني بس يا عم الحاج، هي دي قصه حياتي. انا خريج كليه تجاره جامعه القاهره، وشغال دلوقتي حاجه تانية خالص، شغال في السيلز. نفسي اكون مهندس، دخلت كليه تجاره. كان نفسي الواحد يجي له مثلا علم فنون، لكن طلعت حقوق. يلا الحمد لله. بس يا مزاكي هتموت نفسك يا مزاكي. خليني اقول لحضراتكم عندنا ايه النهارده. الحقيقه فقرتنا الاولى هنتناول فيها بشكل واضح جدا حقوق اسر الشهداء، والحقيقه ان جزء كبير من هذه الحقوق لا يتعلق فقط بتكريم هذه الاسر في المناسبات المختلفه، ولكن يعني الاهتمام بهذه الاسر لابد ان يتعلق بمفهوم مهم جدا، وهو رعايه هذه الاسر اجتماعيا. هذه الاسر لم تبخل على هذا الوطن بابنائها اللي ضحوا من اجلنا جميعا في معركه شرف نخوض فيها نضالا كبيرا من اجل مواجهه الارهاب. وبالتالي لما نهتم بقى باسرهم ما يبقاش المساله ان احنا نجيبهم في المناسبات ونعيط معاهم او نكرمهم. صحيح ان التكريم والتقدير هي مساله مهمه، لكن ايضا الاهم هو مراعاه هذه الاسر اجتماعيا والاهتمام بيهم. علشان كده صراحه احنا قررنا نفتح هذا الملف النهارده في كلام تاني. فقرتنا الثانيه النهارده هتكون الدستور والحل. يعني الحقيقه ان صيانه الحريات ومنها حرية الاعتقاد أو المعتقد هي مسألة في غاية الأهمية، حتى إن البعض اللي يطلع بقى ويقعد يفتي ويقول ده كافر وده مسلم وده مؤمن وده مش، لا مفيش الكلام ده. في دستور إحنا توافقنا عليه، وهذا الدستور يقوم على مبادئ المواطنة، وأن هذه الدولة هي دولة مدنية يتمتع فيها الجميع بنفس الحقوق وبنفس الواجبات، ولا حوار في العقائد. وده الهاشتاج بتاعنا النهارده، لا من حقي اتدخل في عقيده حضرتك ولا امسها من قريب ولا من بعيد. مسلم مسيحي ده علاقه بينك وبين ربنا، بالعكس ده الواجب عليا وفقا للدستور والقانون ان احترم هذه المساحه. عشان كده احنا عايزين نخرج بقى من الدستور اللي بيحط هذه المبادئ بقوانين على الارض، ومنها مثلا مشروع القانون اللي تقدمت بيه النائبه المحترمه أنيسه حسونه في البرلمان الخاص بعدم التمييز. ما فيش حاجة اسمها تمييز. تطبيق القوانين والمواد الخاصة بي
والتعامل بشكل جدي مع من يعني تساول له نفسه الاقتراب من مسألة حرية العقيدة. هينورنا النهاردة دكتور عماد جاد، يعني ما زلت بقول صفته اللي أنا شخصيا بعتز بيها، وفكرة أنه خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لكنه أيضا النائب البرلماني المحترم، وأيضا الأستاذة أنيسة حسونة النائبة البرلمانية المحترمة، والباحث الأستاذ تامر سلامة منسق عام مركز الفتاوى الإلكترونية بالأزهر، والأستاذ محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة الخمسين التي يعني أعدت وانتهت من هذا الدستور اللي آن الأوان أن احنا نحترمه، ويبقى شعارنا هو الدستور هو الحل. دي هكون فقرتنا الثانية إن شاء الله، لكن هسيبكم مع تقريرنا الأسبوعي، تقرير الزميلة مرام حسين ونعيمة طارق عن وسائل التواصل الاجتماعي. تحاول يوم الجمعة تبقى الجرعة خفيفة. أسبوع جديد وأحداث أكتر، كوميكس وفيديوهات وهاشتاجات أكتر، وكالعادة دايما بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي ليهم وجهة نظر مختلفة تماما. بداية الأسبوع ده كانت من عند الفنان مدحت صالح، بوسترات مالية الشوارع مواقع التواصل بألبومه الجديد الحب في زمن فرش الملاية. يا بنت القلب يا بنت الكلب يا بنت الحب يا بنت الشوق يا بنت الكلب يا بنت 60 قلب أبيض من الهدوم يا بنت الكلب. العتاب في الأغاني اتطور وخد شكل جديد، ومن نسيني وانت على بالي لأم كلثوم لتعرفي تسكتي ولا أسكتك، تعرفي تسكتي ولا أسكتك، ولا انت الحالة خلاص مسكتك، بتقولي هتقدر تعمل ايه يعني استفزاز عايزة تكملي، وانا هعمل ايه لو ما سكتيش هديك الكلمة اللي تسكتك. عنيف قوي عتابك يا مدحت. معجزة جديدة اكتشفها مجموعة من الناس لتشهد مدينة العاشر من رمضان أرض مبروكة، دي رملة بتشفي، رملة شهيد، أهم حاجة الريحة لحد ما تفهم فيها فرعنة 70% أرض مبروكة. الجرام من الرملة دي 100 جنيه، شعب مبروك بطبعه. الدربندوخ الدربندوخ كنا شباب وبقينا شيوخ. فوتو سيشن جديد للمطربة أمينة بتتحدى فيه كين كارداشيان ذات نفسها، قال لك المصري أم الأجنبي. ايه صندوق اللي عاملاه في لابسك ده؟ صندوق. هجمة مرتدة سريعة قامت بيها الإعلامية وفاء الكليني بخبر جوازها من دون جوين سوريا تايم الحسن، واعتبروا رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد كرامة بعد جواز كندا علوش من عمرو يوسف. خلصانة بشيك تايم، أنا عايزة اتجوزها بقبل فورا حبيبة قلبي. طب ليه بيداري كده ولا هلاري كده ولا أنا داري كده ولا أنا داري، ليه حيرني وليه بيهجرني أنا ولا بجيش على باله كده. مونا البرنس اسم لوحده يثير الجدل، من دكتورة جامعية للراقصة لمرشحة رئاسة الجمهورية، وأهم أولوياتها كمرشحة لرئاسة الجمهورية إنها تدلع وتضبط الشعب. يا طبطب ودلع يا يقول لنا اتغيرت عليه. الشاهد دي كان فتح محل بتلفونات. احنا بدأنا على الهواء. احنا الفقرة دي الحقيقة هدفنا ان احنا نقدم حلول حقيقية طليق بهذه الأسر. زي ما قلت لحضراتكم، الأسر دي قدمت ولادها من أجل هذا الوطن، والحقيقة ان لو احنا حاولنا نوفر لهم الرعاية الاجتماعية المطلوبة، هذا جزء ضئيل جدا جدا مما تتحمله هذه الأسر ومما تستحقه هذه الأسر. صحيح ان التكريم في المناسبات العامة هو مسألة مهمة جدا، لكن كمان رعاية هذه الأسر ومساندتها اجتماعيا بعد ما قدمت ولادها شهداء لهذا الوطن، ده موضوع لازم نتكلم فيه بجد كلام تاني. خلونا نرحب بضيوف النهاردة، والدة الشهيد محمد عبد العظيم رحمة الله عليه، أهلا وسهلا. أهلا. منورانا يا فندم. أهلا بحضرتك. وأيضا والدة الشهيد إسلام العوضي، أهلا وسهلا. أهلا بك رأيي يا شيخ. أهلا وسهلا. ابن حضرتك استشهد فين يا ستة؟ في سينا في الشيخ زويد. في سينا في الشيخ زويد. أه. طبعا هي دخلت معنا قبل كده في مداخلة وهي كان لها طلب واضح، احكي لنا القصة من الأول عشان الناس تبقى معانا وعشان السادة المسؤولين يمكن ربنا إن شاء الله يفتح عليهم ويسمعوا كلام حضرتك. هي القصة من ساعة ابن ما استشهد، حضرت في تكريم لوزير الداخليه وكلمته على الترخيص. ترخيص ايه بقى؟ الكشك. عايزه كشك. اه. فكلم اداره المرافق. وحضرتك ظروفك الاجتماعيه ايه؟ احكي لنا عن اسرتك. هو انا الحمد لله يعني الحياه حلوه ومستوره والحمد لله، بس انا عايزه اعمل حاجه عيالي يشتغلوا فيها.
بس دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه اللي بيضيق بيه الدنيا ويعمل حاجه غلط بيحاسبوه طبعا. لو مسك معلش سجاره حشيش ولا سرق ولا عم بيحاسبوه طبعا. ليه انا ما عملش حاجه لمصلحه عيالي وما بطلبش حاجه من حد؟ انا بطلب حق على البلد. ده كان ابنك الكبير؟ هو كان يعتبر ابني الكبير، خلص جيش محمود. ده ابني الصغير. ده ابنك الصغير؟ اه. استشهد في سيناء في 2/9/2014. وطبعا اتصلت بيا اداره المرافق بعد سياده الوزير ما صرح لي، طلبوا منه ورق وديته. طبعا اداره المرافق بعتت لحلوان المقدم محمد حسام. وقابلت رئيس الحي، للاسف رئيس الحي قابلني بسخريه. مش بسخريه؟ اه. قال طلبك مش عندنا. طلبك مش عندنا. من 21 حي ايه؟ حلوان. 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 من 21/3 لشهر 8 لما اتعملت الحركه واتنقلوا. طبعا مفيش حاجه، الورقه اترمى في الدرج وخلاص على كده. وحاجه كل اللي طالباه كشك بس تصرفي بيه على اولادك. زوج حضرتك موجود الحمد لله؟ انا زوجي موجود. طيب لما حضرتك اتصلتي بينا والداخليه تواصلت معانا وقالت ان حضرتك هتروحي وتقابليهم وهيتم الاهتمام بهذا الامر، ايه اللي حصل؟ كان مساعد الوزير تقريبا كان في ماموريه، اللي هو طارق عطيه، سياده اللي هو طارق عطيه. مساعد وزير الداخليه شؤون الاعلام والعلاقات. فقابلت العقيد عماد الهواري. طبعا قلت له برضو المشكله واتصل بالعلاقات الانسانيه او بالداخليه، كتبوا نفس الورق اللي اتكتب كله. اللي هو سياده الوزير وزير الداخليه قال عليه ان أيوة. يعني اوصى بان حضرتك يبقى ليكي هذا. اتبعت للداخليه عن المشكله طريق دلوقتي في محافظه القاهره. المشكله ان المحافظه بيروح لها الورق. في 2014 قالت لك احنا بننظف حلوان وبنشيل المخلفات والكلام ده. طب خلاص نطفت حلوان وشالوا المخلفات، ايه المشكله بقى؟ حضرتك رافض ليه؟ انت عايزه يعني مكان. انا عايزه ترخيص. عايزه ترخيص. حق على البلد، حق البلد، لان انا مصريه، حق ان انا اطلب حاجه من البلد، انا مصريه. اللاجئ لما بيجي من بره مصر بتفضح دراعاتها وتاخده وبياكل عيش. ابن مصر ما ياكلش عيش؟ رحمه الله. معلش يا استاذ محمد مش كده؟ ده محمد رحمه الله عليه. فحضرتك يعني في ايه؟ الشباب ده تروح فين؟ لو غلطوا بيحاسبوهم، ولو طلبوا شغل مش لاقيين شغل ببلدهم. وده اسلام؟ لا ده محمد. محمد برضه الله يرحمه. الله يرحمه. طيب ست رعية، ايه مشكلة حضرتك برضه؟ مشكلة اللي انا عايز اعرف ابنك اسلام الاول، احكي لنا رحمة الله عليه. ابني اسلام كان في الجيش وتوفى في سينا في الأنطرة، ورحنا جبناه ودفناه، والحمد لله أنا وضعت عند ربنا شهيد. بس اللي أنا طالباه اللي ابني بيتعالج، كان بيساعد أخوه، فتح محل تلفونات وبيساعد أخوه فيه. الوقت بقينا شركاء وبقوا يشتغلوا في المحل، وابني بياخد حقنة ب4000، وعنده خمس إعاقة في ظهره كل شهر، المفروض ياخدها كل 15 يوم بس عشان احنا مش قادرين، وبقينا من ايد الناس كلها بناخد، وعلى نفقه الدوله ما احناش لاقيين. هيقول لك ايه؟ ما فيش بدل، ما فيش متوظف، ما فيش. وجوزي عنده جلطه في البيت، كانت جت وردت يومها ما عادش بيقوم من السرير خالص، كان سواق وبيقبض بس، هم عملوا له التامينات 500 جنيه، وعنده الضغط والسكر، وانا بتعالج بالبيرز والكبد والحاجات دي. اللي انا طالباه بس اللي ابني يتوظف عشان الحقنه تصرف، لان هو لف الدنيا كلها من هنا للمحافظ. قابلنا حلو قال له شهات لي شهاده 5%، ماشي قابله، ورحنا جبنا اوراقه وتممناها. جه ايه؟ بنقابل بقى السكرتير، ودي لففنا من المستشفى دي للمستشفى دي، وعلى ما التقرير يطلع يقول لك مش موجوده الحقنه. ما عرفناش نخش للمحافظ، وقابلنا مقابله الله يصلح حاله حلوه كويس والمسؤول هناك. بس لفينا من مصر كل التقارير، جبنا من المنصوره جبنا تقرير، ومن دمياط
جديده جبنا تقرير المستشفى الجامعه ومن بس ما فيش. ولغايه الوقت بقى له 5 سنين بياخد الحقنه دي. ده عمر ابنك اخو اسلام الشهير عامر. عامر. طيب هو معانا عايزه له وظيفه وعايزه له عشان الحقنه تيجي على الوظيفه دي. طيب اللي احنا طالبين. اسمع يا حجر ويا عمر. ازيك يا عمر؟ اهلا وسهلا بيك يا دكتور رشدي. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. انت اخو الشهيد اسلام. اخو اسلام اخو اسلام. يا استاذه رشا سيادتك احنا عاوزين العدل. العدل المساواه في الظلم عدل. سامعاني حضرتك؟ سامع يا فندم، سامع، اتفضل. سيادتك احنا عاوزين العدل بس، مش عاوزين اكتر من كده. انا سيادتك دقيت البيبان كلها من اول سياده المحافظ حافظ دمياط. طلبت منه سيادتك ان انا عاوز الحقنه ديت مره واثنين وثلاثه واربعه ودخلت له وقعدت معاه والراجل كلامه كويس جدا وقال لي ابعت لي وكيل وزاره الصحه مره وقعدت معاه وكلمني لموظف ثاني ومفيش حاجه. رحنا مره ثانيه نفس الوضع يا فندم ما توصلناش لحاجه ودينا للشؤون الاجتماعيه الراجل هناك طبعا قابلنا مقابله كويسه. معقوله الروتين البيروقراطيه اللي ما بتخلصش دي؟ يعني كل ده لففوا الناس كعب داير على مصلحه تتقضي في ساعه ولا ساعتين، ايه المشكله يعني؟ ما فيش يعني في كده؟ هو في كده؟ لا والعيان يموت. العيان يموت. انت عندك ايه يا عمرو؟ طبعا المرض اللي عندي ده مرض مزمن. ايه هو ايه بقى؟ مرض مزمن. العلاج اللي انا باخده ده كمان سيادتك الحقنه مش هتعالج. دي بتوقف المرض. بتوقف المرض بس. بروتيزم. انت بتشتغل يا عمر ولا لا؟ لا ما بيشتغلش. ما انا بشتغل. فسيادة المحافظ قال لي اعمل ورق اعاقه 5%. رحت وعملت الورق تمام كل حاجه. الورق انا جايبها ورشطاته وحاجات. انا ما بشتغلش سيادتك، انا بقعد في محل موبايلات وبعد كده سيادتك ما انا بعرف اشتغل، يعني اقعد يومين وبقيت الشهر نايم في السرير، طب اعمل ايه؟ واسلام الله يرحمه هو اللي كان بيتولى مصاريف الاسره. اه بيساعد وياه. حاجه سيادتك انت عارفه ان انا البديل للعلاج بتاعي ايه؟ اقول لك على الهوا، التامول والترامادول. لا لا ان شاء الله ما يحصلش ده. يعني انا ماشي مسكنات اما بتعب ادمان. هقول اكتر من كده ايه مش عارف. سلامتك. يعني وقلت كده في المحاضره. سلامتك يا عمر وحقك علينا، حقك علينا انت ووالدتك. انا اخويا مش شهيد، انا اخويا مش شهيد سيادتك، اجيب 8000 جنيه منين؟ يعني اجيبهم حد هاتي لي حد في مصر كلها يعرف يجيب 8000 جنيه. طيب يا عمر انا بشكرك ويعني وعد ان احنا يعني مش هنسيب الموضوع ده، اوعدك وان شاء الله بكره يبقى في اتصال مع الدكتور احمد عماد وزير الصحه. شوفوا لنا يا جماعه الدكتور خالد مجاهد لو يقدر نشوف تقارير عمر نبعتها له. عمر نبعتها له. يعني انا الحقيقه حاسه بالخجل الشديد من نفسي. احنا ما بنطلبش حاجة، احنا بنطلب بس يعني حقنا في الدولة وحق اولادنا العيانين. احنا الابن العيان ده انا مش عايزه، يعني انا بلاش اتعالج وبلاش اي حاجة، انا مش عايزه اللي علاج ابني ووظيفة ابني بس عشان ياخد حقنته. ده اللي انا عايزاه. ومعاش لجوزي بس يساعد مع علاجه. دي ام شهيد يا جماعة. لان هو كان سواء ما فيش. دي ام شهيد مات في سينا يا جماعة. ودي ام شهيد مات في سينا يا جماعه. هو ابنهم ومات، ابني وسلمته لهم ومات هناك. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. والله العظيم. ويجعل قراه الجنه. ما ينفعش. يعني وبنتي ماتت وهي بتولد وسابت لي 3 عيال. الحمد لله على ربنا يجيب. الحمد لله. ام محمد واحنا بنت يعني على قدنا يعني انا عارفاكي كويس وعارفه انك ست وطنيه وجميله ودايما يعني بتحتسبي ابنك يعني لله ما احتسبنا شهداء عند ربنا يعني. لا هو بس هو بقى الحاجه بقى اللي يعني مثلا الشديد القوي اللي خلانا نتكلم ونطلب العلاج وتعب ابني هو اللي خلانا نوصل لكده. ما عدناش شايلين حاجه وما بيقدرش يشتغل في حاجه ولا ده بوته والله ولا مؤاخذه مراته بتعمل له الجزم ما بيقدرش ده اقل من حقكم يا حاجه رؤية. هي اللي طالبينه وظيفه عشان حقنته تسرب. بقول لك على التامينات لا ان شاء الله هنشوف اجراءات علاج دي اهم حاجه عندي. ومعاش احنا ما بنطلبش زياده عن انا عايز اعرف كيف يتم رعايه هذه الاسر اجتماعيا وصحيا.
دي أسر فقدت ولادها، ولادها شهداء وهم احتسبوهم عند الله وما استخسرهمش في هذا الوطن أبداً أبداً. يبقى أبسط حقوقهم إيه؟ يعني هل نقف كده في هذا المشهد المخزي؟ مساء الخير دكتور خالد. مساء الخير استاذه رشا، اهلا بحضرتك. والله نفسي ما فيش دكتوره بقى حكايه الدكتوره. ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك يا فندم. الحمد لله. يعني دكتور خالد عمرو العوضي ده اخو الشهيد اسلام العوضي احد شهدائنا الابرار في سيناء، وعمر عنده مشكلة صحية بتعالج تيبس بسببها في العض. تيبس في الفقرات. الفقرات. وبياخد حقنة ب4000. ألا تستحق أسرة الشهيد ده أن يتم رعاية ابنهم أخو الشهيد؟ الشهيد ده كان بينفق على أخوه بيتولى رعايته. ماذا تقدم الدولة لهذه الأسر يا دكتور خالد؟ لا يعني طبعا خليني أقول لحضرتك يعني يعني هو حقه أولا بغض النظر طبعا هو على راسنا هو واسرته، ولكن ده حقه في الدوله ودور وزاره الصحه انها تعالجه. لكن خليني اعرف بس مكانه الاول واعرف اذا كان هو يعني يعمل له تامين صحي ولا هو ممكن نعالجه على نفس الدوله، يعني اقدر اعرف ظروفه ايه بعد. طيب ارجو انك تسمع لمدام رؤيه هي تشرح لحضرتك والدته. اتفضلي. مالوش تامين صحي ولا بيشتغل في اي حاجه، هو كان منجد قبل التعب ده ما يجي له سوالين وانترات، وبعدين ما عادش بيقدر يشيل حاجه ولا بيعمل حاجه وما بيعملش اي شغل، عايزين له بس وظيفه. وقال لك الحقنه ما بتعملش الا على نفقه الموظف اللي له تامين وله حاجات من، لكن لا له تامين. لا لا من حقه العلاج. اتفضل. من حقه العلاج طبعا، هو ملوش تامين صحي، من حقه ان هو يتعالج على نفقه الدوله. لكن يعني استاذنك هي يعني نعرف هو مكانه فين وورقه فين وتقاريره فين ونشوف العلاج ايه ونوفره له، يعني سواء كان العلاج في الداخل او حتى في الخارج. فخليني اشكرك. اتواصل مع والدته بعد اذنك استراشه كده طبعا طبعا تليفوناتها ونتابع ونرد على حضراتكم ان شاء الله. انا بشكرك. احنا رحنا كتير، رحنا مصر ورحنا المنصوره ولغايه اخر مره يعني عملوا له البديل ديت وما فيش. راح المنصوره الشهر اللي فات وقال لك ما فيش. طيب. لا ان شاء الله يا فندم ان شاء الله نوصل الحل ان شاء الله ونطمن حضرتك عليه ونرد على حضرتك استاذه رشا باذن الله. انا بشكرك يا دكتور خالد. دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه، ده حق ابنك، حق ابنك انه يتعالج اولا لانه مواطن، نمره اتنين حقه علينا برضو ان هو اخوه اللي كان بيصرف عليه شهيد من اجل هذا الوطن. واحنا هنفضل نتابع مع حضرتك. وبالمناسبه الدكتور احمد عماد ده دكتور عظام كبير، وزير الصحه نفسه دكتور عظام كبير، فالحالة هتبقى معروضة عليه. لكن كمان أرجو نشوف نتواصل مع المحافظين، محافظة القاهرة عشان نشوف كشك بتاع محمد إيه المشكلة فيه، ونشوف محافظ دمياط ليه عمرو العوضي اللي هو أخو الشهيد إسلام العوضي هو من المعاقين، له حق إنه يتعين في نسبة 5%. إيه الكعب داير اللي ملففونه ده بيلففوه عليه في كل مكان عشان يتعين؟ إيه المشكلة؟ شوفوا لنا حضراتكم محافظ دمياط ومحافظ القاهرة. إذا المشكلة دلوقتي في محافظ القاهرة، هي دي إحنا عايزين. أيوه حضرتك. محمد دي ست محترمة جدا. جدا، لان في بعض الكلمات اللي سمعتها من بعض المسؤولين هي مش هتقولها على الهوا ولا انا هقولها على الهوا، بس الحقيقه ان الكلمات اللي قالت لها لا تليق انها تتقال لوالده شهيد. الام اللي بتقدم ابنها لهذا الوطن تاخدش عوض عليه، عوضها على الله. لو كنز الدنيا عوضها على الله. لكن اللي احنا بنتكلم فيه ده رعاية اجتماعية واجبة لهذه الأسر. والرعاية والتكريم لأسر الشهداء مش ان احنا نقعد نعيط معاهم ونجيب لهم الأغاني بتاع الشهيد لا، ان احنا نحتضنهم، ان احنا نرعاهم. عايزة تقولي حاجة نعم. محمد عايزة تقولي حاجة؟ هقول ايه غير لا اله الا الله مدام رسول الله. الحمد لله. لا اله الا الله. انا ابني كان طالب الشهادة وربنا اكرمه بيها ونولها له. الحمد لله. هو يا جماعه ما حدش بيرد علينا من محافظه القاهره؟ اكتسبته عند الله شهيد. بس انا ابني استقبلناه بالزغاريت. طبعا. لحد ما نزلناه جنته واحنا مستقبلينه بالزغاريت.
شاء الله من الشهداء الابرار في جنة الخلد. امين يا رب العالمين. يرحمهم امين يا رب. ويهدي حال البلد ويرحمنا من اللي احنا فيه. يا رب يهدي حال البلد بس عشان لله. كل بلد دخل الحزن كل بيت بقى يجي الحزن. والله فرحة. كل بيت دخل الحزن وكل قلب ام اتجرح. كل البيت حزن. الناس مش حمل كل ده. الحمد لله. احنا معاكم ان شاء الله واوعدك ان احنا يعني طبعا محافظ القاهره ما بيردش ولا محافظ دمياط موجود معانا. طيب احنا بنحاول نكلم المحافظ ونائب المحافظ مش موجودين. احنا يعني هم ما بيردوش يعني. احنا هنتابع هذا الموضوع وانا قلت المره دي ان الناس دي تطلع على الهواء وتتكلم عشان بس تكون الحقائق تبقى واضحه. يعني سيادة المحافظ مع كامل الاحترام والتقدير له احنا مش طالبين ومع كامل زيادة. المهام المكالة اليه لما تخبط على بابك ام شهيد استقبلها لان ده تكريم لروح ابنها وده حقها. انا مش هقول اكتر من كده لان يعني مسألة المزايدات في المسألة دي يعني مسألة لا تليق يعني. لكن لا بس انا عايزة اوصل صوتي يا استاذة رشا للريس. يا ريس احنا امهات شهداء ولينا حق على البلد زي ما احنا قدمنا عيالنا من حقنا اللي احنا نطلبه من البلد ناخده ده حقنا لان احنا قدمنا عيالنا شهداء ما مسكناش عيالنا وقلنا لهم لا ما تروحوش الجيش لا ما تروحوش سينا لا راحوا وقدموا ارواحهم والرئيس يقدر ده يا ام محمد جدا فانا طالبه من الرئيس انا مش طالبه حاجات كتيره يا رئيس كل مناسبه الحقيقه يعني يتألم قلبه وتأكدي انه لو يعرف مثل هذه الوقائع مش هيصمت عليها ابدا ابدا لانه يقدر الشهداء ويا ريت يبص لاهالي الشهداء شويه عن كده يا حاج مدام بس بنظره واحنا عارفين اللي هو بقدر وكل حاجه هم اولاده طبعا وكلنا لنا الحق عليه وما زلت هننتقد كلنا لنا الحق عليه وهو بيقدره بيحبه وبيقدره جدا لانه هو عارف قيمة هذه الشهادة وقيمة هذه التضحيات الكبيرة احنا مش طالبين حاجة زيادة اصعب يعني. اللحظات عليه الايام اللي يعني انا بتكلم هنا ليس لا اتحدث باسم حد ولا بصفة حد بس انا ببقى قاعدة في القاعة وشايفاكم وشايفة الاحتفال او التكريم بتاعكم وببقى حاسة بسيادة الرئيس كبناء ادمى يعني انا لا ادافع عن عن عن, عن احد ولا اتحدث باسم احد الكرم من عند ربنا هو اللي بيعملوه هو انسان يعني في وهو مسؤول لانه رئيس لنا جميعا الحمد لله واتاكدي انه دم ولادنا ده ما بتبقاش المسألة سهلة أبدا عليه وأنا أوعدك أن احنا هنوصل صوت حضرتك وإن شاء الله توصل هذه الرسالة وإن شاء الله هيبقى في كلام تاني هتشوفي خلال الأيام الجاية إن شاء الله يا رب محمد بس الرسالة وتشوفي حضرتك أيوة أهم حاجة حاضر. العيانين واللي, حاضر. واللي هم حاضر. محتاجين واللي هم عايزين لأن احنا ابننا وقدمناه لهم حاضر. وهو بقى ابنهم طبعا انا اوعدك ان احنا هنتابع هذا الموضوع وهو اب لنا كلنا يقف جنبنا بعد ربنا ايه اللي عايزينه يشوف بس العيان يشوف اللي عايز يتوظف لحاجه حاضر مش حاضر. عايز يتوظف كده ده عشان مرض ده حق ده ووالده عايز معاش وتعبانين كلنا وكلنا بنتعالج حاضر دي اللي احنا عايزينه من البلد ومن رئيسنا ومن كل حاجه حاضر هو ابنهم وراح واستعوضناها عند ربنا واحتسبناها شهيد وبعدين ده الرئيس الرئيس يا استاذه رشا صرح ان اللي يروح على باب المحافظ ويطلب ترخيص او يطلب اي حاجه يعمل له عشان البلد تمشي صح عشان الشباب اللي هي ملطعه دي على القهاوي وفي الشوارع تشتغل صح ما انتوا بتتكلموا على البطاله صح طب بتتكلموا على البطاله ليه وانتوا بتحبطوا الواحد اصلا ما الناس دي عايزه تشتغل صح شغلوها عشان البلد ما يبقاش فيها بطالة مش نيجي على بيتك يا سيادة المحافظ او على شغلك ترفض تقابلنا وترفض ان انت تسمع لنا اسمع لنا عشان احنا حقنا عليك ان انت تسمع لنا حقنا اما نطلب حاجة من البلد نلاقيها قدمنا عيالنا فداك وفدى البلد كلها فاسمع لنا احنا مش طالبين حاجة احنا طالبين حقنا على البلد بشكرك حاجة محمد وزي ما بقول حقيقة على راسنا واوعدك اوعدك ان احنا مش هنسيب هذا الملف ده وعد وانا يعني بوعده لحضرتك امام الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هنتابع هذا الملف بشكرك حاجة رؤية ورحمة الله على اولادكم بس هي بس عامر اللي انا طالباه
هنشوف. حاضر، اوعدك ان احنا مش هنسيبها زي تعب يعني. مش الحالات دي بس، مش الحالات دي بس يا ومعاش جماعه، احنا محتاجين نفتح ملف كامل احنا عايزينه نراعي فيه او نشوف الحالات الاجتماعيه لاسر الشهداء، ندرسها كويس قوي ونشوف كيفيه تقديم الرعايه الاجتماعيه لهذه الاسر. بشكركم، نورتوني النهارده، واوعدكم ان احنا هنفضل معاكم لغايه ما يتقال كلام تاني. شكرا لحضرتك. شكرا. هروح لزميلتي العزيزه داليا علي من محافظه المنيا، حيث الكشف الاثري اللي هيتم خلال الساعات القليله القادمه واللي هيتم الاعلان عنه، هنعرف تفاصيله من الزميله العزيزه داليا علي. مساء الخير يا داليا. مساء الخير أستاذة رشا. أنا بالفعل أتواجد بمحافظة المنيا كما ذكرتي، التي بصدد الإعلان عن كشف أثري جديد تحديدا بمنطقة تون الجبل بمركز ملاوي محافظة المنيا. الاكتشاف قامت به بعثة الحفريات بكلية الآثار جامعة القاهرة، وهي من الجهات المخول لها أو التي تحمل ترخيصا للتنقيب عن الآثار. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الكشف الأثري من الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. في البداية عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الكشف الأثري اللي بيعود للعصر اليوناني الروماني. أولا بعثة جامعة القاهرة بتعمل في هذه المنطقة، لديها ترخيص استغلال المنطقة والتنقيب عن الأثار منذ سنة 1931، وبدأ الحفريات فيها الدكتور المرحوم مؤسس كلية الأثار سامي جبرة. النهاردة بعثت كلية الأثار جامعة القاهرة بأيضا التعاون مع قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، في الحقيقة اكتشفوا اكتشاف نوعي ومهم جدا وغير مسبوق في صعيد مصر، وده نوع من المقابر التي تكون مفحوطة في الصخور بطبقات متعددة في مصر كلها، في نموذج واحد في كوم الشقافة في الإسكندرية اسمها كيتا كومب. وهذه المقابر لأول مرة تكتشف في صعيد مصر، وهذه المقبرة أيضا من فضل الله أنها لم تمتد إليها يد اللصوصية، ولذلك كل محتويات المقبرة كاملة 100%، فيها 12 موميا كاملة، وفيها كل الآثار والقطع المتعلقة بعملية الدفن والمصاحبة للميت أو المقبور في هذه المقابر. هذا الاكتشاف في الحقيقة تم نتيجة التعاون بين كلية الآثار وبين قسم الجيوفيزياء، والأول مرة بيتم تطبيق العلم الحديث وآلياته بعد تطوير معامل جامعة القاهرة في كلية العلوم، واستخدام الآليات الحديثة على مستوى العالم في هذه المعامل. استخدمت كلية الآثار قسم الجيوفيزياء حدد لها بالضبط المكان، منطقة الحفريات 30 فدان. القسم الجيوفيزياء حدد بالضبط المكان بالأجهزة العلمية بأسلوب علمي يحدث لأول مرة في الحفريات في مصر، مكان اللي هو ممكن يتواجد فيه الأثر. بدأت الحفريات في مارس 2017، النهاردة بكرة إن شاء الله هنعلن عن اكتشاف المقبرة، يعني في أقل من شهرين تم هذا الاكتشاف النوعي الكبير اللي جامعة القاهرة بتهديه للمصريين في هذه المرحلة. خلينا نتكلم يا دكتور عن دور جامعة القاهرة في رعاية مثل هذه الأنشطة والإجراءات الأخيرة اللي اتخذتها عقب اكتشاف المقابر. لا، هو اولا احنا في جامعه القاهره في الحقيقه ومواكبه لكل جوانب النهضه التي حدثت فيها في الفتره الاخيره، اترفعت ميزانيات الحفائر في جامعه القاهره من بضعه الاف في سنه 2013 يمكن الى ملايين الجنيهات بغير حد اقصى، يعني لم تطلب كليه الاثار للحفريات اي تمويل
وامتنعنا او قللنا هذا التمويل، ولذلك احنا اكتشفنا مقبرة في سقارة في سنة 2014 كانت لكبير الجند في عصر في مصر الفرعونية. النهاردة نتيجة هذا العمل المشترك وهذا الدأب وهذا الدعم الذي تقدمه الجامعة لكافة كلياتها، النهاردة بنقدم هذا الاكتشاف. هذا الاكتشاف في الحقيقة يعني له قيمة كبيرة. النهاردة في سفراء دول أوروبية موجودين، يعني في أكتر من سفراء 5 دول أوروبية موجودين معانا هيحضروا المؤتمر الصحفي، في وكالات أنباء عالمية كبيرة. طبعا بنرحب بدريم وبرنامج كلام تاني للأستاذة رشا، بنرحب بيه أيضا في هذا المجال. شكرا جدا دكتور جابر، ولكن لمعرفة مزيد من الكواليس عن عملية التنقيب الأخيرة التي قام بها بعثة الحفريات بكلية الآثار، معي الآن الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار. برحب بحضرتك يا دكتور. في البداية عايزين نعرف أكتر عن بعثة الحفريات وعن أهمية شمان يا داليا هذا الكشف، أهمية هذا الكشف الأثري. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، ده طبعا زي ما قال معالي رئيس الجامعة ده اكتشاف مهم جدا وغير مسبوق، وده بيؤكد دور جامعة القاهرة في خدمة المجتمع وخدمة وزارة الآثار، لأن احنا ككلية آثار منذ أن بدأت الدراسات الأثرية في الجامعة المصرية سنة 1925 وكلية الآثار مخول لها تصاريح حفاير في مواقع كثيرة جدا، كانت في الجيزة، في دهشور، في ميدوم، في سقارة، في المطرية، وفي تونة الجبل زي ما قال معالي الرئيس سنة 1931، وتم اكتشاف مدينة كاملة للعلامة المرحوم سامي جبرة، وخاصة المنطقة دي كلها كانت تعرف باسم الأشمونين، وكان في الأشمونين الشرقية اللي هي مدينة الأحياء، والأشمونين الغربية اللي هي مدينة الموتى أو الجبانة المقدسة اللي هي كانت أساسا جبانة معروفة لرمز جامعة القاهرة الآن اللي هو المعبود جحوتي أو تحوت، واللي كان ليه رمزين، الرمز اللي هو قرد البابون، والرمز الثاني اللي هو احنا عارفينه اللي هو طبعا طائر الايبس اللي احنا عارفينه في الفلاحين عندنا بقى ابو منجل او ابو اردان، اللي هو اصبح بعد كده هذا الاكتشاف الاولاني لسامي جبره رمز لجامعه القاهره. طبعا طول المده دي كلها كان بقى في استمرار للحفريات، وفي الفتره من سنه 89 اصبح معانا البعثه دي كانت اصبحت مشتركه مع جامعه بايرن ميونخ، تمام. وبعد كده طبعا كانوا هم تقريبا خدوا كل حاجه لغايه من 2011 ان شاء الله رجعنا حقنا تاني في هذه البعثه، واصبح في ان رئيس البعثه هي جامعه القاهره، وان البعثه دي اسمها جامعه القاهره في جميع انحاء العالم وكل التقارير بتاعتها. فاحنا من السؤال بتاعك بقى، من السنه اللي فاتت كانت الاعمال بتاعتنا هي مجرد تنظيف للحفائر السابقه ودراسات علميه ونشر ورسائل ماجستير ودكتوراه، لان طبعا ده نشر جديد، ولكن منذ العام الماضي بدانا بقى الحفائر. ولولا السؤال بقى اللي قاله معالي الرئيس، لولا الدعم المادي للجامعه ما كانتش حفائر تونة الجبل لها فلوس خالص. تمام. طيب داليا انا بشكرك يا داليا. تفاصيل ما تم الكشف عنه في المقابر واهميه ذلك. طبعا هي التفاصيل ان شاء الله بعد الاعلان بكره بحضور معالي الرئيس والاستاذ الدكتور خالد العناني وزير الاثار، وحتم ان شاء الله زياره المقابر. هي بصفه عامه المقبره تتبع طراز الكاتاكومب، واللي كان عندنا منها نموذج فريد فقط في الاسكندريه اللي هي مقابر كوم الشقافه، اصبح عندنا نموذج في الصعيد. الكاتا يعني تحت والكومب يعني تجويف، فهي المقابر المنحوته في الصخر، وفيها تفاصيل ان شاء الله كثيره جدا هتبقى مفاجاه لكل المصريين، لان ده اكتشاف غير مسبوق من 100 عام. هنتابع ده، هنتابع ده. كانت هذه يا استاذه رشا التفاصيل بالفعل سنتابع في غدا ان شاء الله في المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده للكشف والاعلان عن ما تم كشف عنه. شكرا لك يا زميلتي العزيزه داليا علي من المنيا، حيث غدا سنتابع فعاليات هذا الكشف. والحقيقه علينا ان نفخر بطلاب والبعثه الموجوده في جامعه القاهره الجامعه الام في مصر لهذا الكشف، ونحتفل به جميعا ان شاء الله. بعد الفاصل على طول هروح لفقرتنا الرئيسيه النهارده مع حضراتكم. لابد أن يتقدم الدستور، لابد أن يتم تطبيق المبادئ التي جاءت في هذا الدستور من أجل صيانة حقوق الناس الخاصة بحرية المعتقد، حرية الاعتقاد، عدم المساس بالأديان، لا حوار
في العقائد. ده الهاشتاج اللي احنا رافعينه النهاردة مع حضراتكم، واللي بعد قليل هنضم على طول لهذه الفقرة المهمة، وهيكون معانا دكتور عماد جاد عضو مجلس النواب، سيدة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، الأستاذ محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة الخمسين، وأيضا الباحث الأستاذ تامر سلامة المنسق العام بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر. وسأتابع ملف أسر رعاية الشهداء اجتماعيا مع المحافظين، وأعدكم بهذا الأمر إن شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقه ان احنا ان الاوان ان احنا نتكلم كلام تاني بجد، نسعى فيه الى تطبيق مبادئ الدستور اللي احنا توافقنا عليها. احنا لما قعدنا عشان نعمل الدستور قلنا ان هذه الدوله ستكون دوله مدنيه يحترم فيها حريات الإنسان، وعملنا مواد محددة للحريات العامة، وعملنا مواد لحرية الاعتقاد أو المعتقد، وحددنا كيف يمكن التعامل مع هذه الأمور. وآن الأوان بقى أن احنا نقوم بدورنا لترجمة هذه المبادئ العامة في الدستور إلى قوانين حقيقية نستطيع أن نتعامل بها مع الواقع اللي احنا بنعيشه. الحقيقة أن القضية مش أن كل يوم واحد يقرر يدي لنفسه الحق إنه يتكلم في عقيدة الآخر دون احترام لهذه العقيدة. الحقيقة إن هذا الأمر يعد مخالفة لمبادئ هذا الدستور، وآن الأوان إن احنا نقول بشكل واضح بتشريعات واضحة ما الذي يعنيه الإساءة للعقائد. أولا هناك مبدأ احنا رافعينه النهاردة زي ما حضراتكم شايفين في الهاشتاج بتاعنا، لا حوار في العقائد. ليس من حق أي شخص وعلى فكرة احنا هنا ما بنتكلمش عن مبادئ إنسانية، احنا بنتكلم عن الدستور. قعدنا نتخانق عشان نعمله الأول عشان نحط فيه القواعد الأساسية التي يجب أن تحكم علاقتنا في هذا الوطن. إذن نحن في اختبار حقيقي لتطبيق هذا الدستور واحترامه. خلونا نرحب بضيوفي الأعزاء في الاستوديو، السيدة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، أهلا وسهلا بفندم. والحقيقة يعني كان مهم أوي أن هي تكون موجودة معنا، لأنها هي التي قدمت مشروع القانون الخاص بعدم التمييز، وهذا مبدأ من المبادئ الرئيسية اللي هنتكلم فيها النهاردة. أيضا نائب المحترم الدكتور عماد جاد، أهلا وسهلا يا دكتور. ومعنا أيضا الداعية الشاب الباحث الشيخ تامر سلامة منسق عام مركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر، أهلا وسهلا شيخ تامر. وأول مرة تنورني، لكن يعني الحقيقة من الوجوه الجميلة في شبابنا، اهلا وسهلا. وايضا الاستاذ محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وعضو لجنه الخمسين، اهلا وسهلا. اهلا. اسمحوا لي بس انا عايز ابدا بالاستاذ محمد، ان الراجل ده كان قاعد في لجنه الخمسين، وحضراتكم في لجنه الخمسين قلتوا لنا واشتغلتوا على ان احنا نعمل دوله مدنيه اساسها المواطنه، هنحترم باب كامل متميز للمقاومات الخاصه بالحريات، قلتوا لنا ان حريه المعتقد مبدأ راسخ في هذا الدستور. هل ما يجري يا أستاذ محمد الآن من يعني التعدي على هذه الحرية، الناس تطلع تكفر اللي هي عايزاه وتتكلم في الأديان وتبيح لنفسها هذا الحق دون أن يكون هناك رادع يطبق الدستور، هل ده بقى الدستور اللي احنا توافقنا عليه؟ خلينا موضوع الحلقة موضوع هام جدا، وهو أبعاده ليست فقط أنه في حد يطلع يكفر دين آخر أو حتى أبناء نفس الدين، لأنه أحيانا في أبناء نفس الدين بيحصل تكفير. صحيح. المشكلة ما يترتب على ده، الفكر المتطرف اللي موجود في المجتمع، خلينا اللي موجود في قطاعات واسعة ما زالت موجودة في المجتمع. خلينا أقولك أنه مثلا في شاب اعتقد أنه حينما يفجر كنيسة سواء في البطرسية أو في طنطا أو في اسكندرية هو بذلك بيعمل عمل يقربه إلى الله، هو معتقد كده، يعني هو مصدق ده. والأصل مصدق ده يا أستاذ محمد نتيجة إن في ناس بتقوله ده. أيوة، ما أنا عارف، ما أنا بقول خطورة الموضوع إنه مش بس التكفير، ما يترتب عليه يؤدي إلى نتائج كارثية في المجتمع، بتصل إلى إنه البعض يعتقد إنه لما يحط قنبلة ضد من يراه هو موعده الجنة، ان هو كده داخل الجنة. من ناحية الدستور في ثلاث مواد رئيسية لم يتم يعني ترجمتهم الى تشريعات. تمام. المادة 53 من الدستور اللي طبعا بتتكلم عن تجريم التمييز. والحقيقة الفقرة الاولى منها بتتكلم عن المساواة وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب، سواء الدين او العقيدة
احنا الماده دي ماده حاكمه الحقيقه. لا هي بتتكلم عن المساواه، عن بسبب الدين او العقيده او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغه او الاعاقه. طبعا ممكن يا استاذ محمد، انا بحب اقرا الدستور قوي الحقيقه. هي المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامه، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيده او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغه او الاعاقه او المستوى الاجتماعي او الانتماء السياسي او الجغرافي او لاي سبب اخر. وبعد كده التمييز والحض على الكراهيه جريمه يعاقب عليها القانون. وبعد كده الا يعد الاقتراب من ديانه الناس وعقيدتهم جريمه يعاقب عليها القانون؟ بس يعني المشكله ان مفيش قانون بيقول كده. لانه حض على الكراهيه طبعا، لانه الفقره الاخيره في الماده بتقول تلتزم الدوله باتخاذ التدابير اللازمه للقضاء على كافه اشكال التمييز، وينظم القانون انشاء مفوضيه مستقله لهذا الغرض بدون المشروع اللي تفضلت بيه سياده النائب، بدون ما يبقى فيه مفوضيه مستقله تبقى عندها قانون يجرم التمييز اللي هو مجرد الكلام ان التمييز ضد مواطن لاي سبب من دول او لاي سبب اخر، لان الماده كمان فتحتها طبعا. اذا في سبب مش موجود من دول انه في تمييز تم، ده جريمه يجب انه في قانون لك لو يجرم التمييز. لو في واحد ساكن في دمياط وواحد ساكن في اسيوط مش من حقك تميز بين الاثنين، اللي هو حتى جغرافيا هو كاتب حتى بسبب الجغرافي والمستوى الاجتماعي والانتماء السياسي، يعني كل الحاجات دي. لا يوجد مفوضيه، ورغم انه الدور يعني الفصل التشريعي الحالي للبرلمان مر منه دور انعقاد وفي نص دور انعقاد تاني قانون مفوضيه التمييز، وده استحقاق دستوري ما خرجش، رغم انه في اجتهادات. انا عارف الدكتوره انيسه حسونه كانت مقدمه مشروع قانون لهذا الامر لم يرى النور، وده امر غايه في الخطوره، ومن البدايه الحوادث الارهابيه وما يجري بدايه الموضوع بتتم بانه في حد يصدر فتوى تكفيريه، ده اصل الموضوع. انا عايزه ننقل، هقول لك بس على المادتين التانيين وبعد كده ننقل. الماده التانيه اللي بتتكلم عن حريه الاعتقاد مطلقه، ودي الماده رقم 64، حريه الاعتقاد مطلقه، ودي نص واضح، حريه الاعتقاد مطلقه ونقطه، وبالتالي اي اعتقاد يعتقده انسان في دينه هو حر فيه، لا يجوز لاحد انه يحاسبه عليه. الماده الثالثه اللي هي 67 اللي بتتكلم حريه الاعتقاد مطلقه مطلقه مطلقة تماما، يعني هنا لكل إنسان الحق في أنه يعتقد ما يشاء سواء في الدين أو بالمناسبة أو في الرأي، لأنه يعني أنت تعتقد ما تراه. وطبعا حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق يعفاه القانون، عشان الناس في المنيا لما تحب تعمل كنيسة يبقى القانون اللي حضراتكم عملتوه بتاع قانون كنائس يقول إن ده حقهم بالظبط. المادة بقى 67 اللي بتتكلم عن جرائم النشر والعلانية، اللي بتتكلم إنه حق الإنسان في إبداء رأيه بأي طريقة بالكتابة أو بالإبداع أو بالرأي إلا في ثلاث حاجات. المادة 67 يا جماعة لا يعاقب، يعني لا توقع عقوبة سالبة للحرية على الرأي إلا في ثلاث حالات إنه المشرع القانوني يحط العقوبة اللي يراها. إيه الثلاث حاجات؟ التحريض على العنف، التمييز بين المواطنين، الطعن في الأعراض. يبقى أي إنسان من حقه إنه يعمل عمل أدبي كما يراه، إنه يكتب مقال كما يرى، إنه يقول رأيه على الإعلام كما يرى، لا توقع عليه عقوبة سالبة للحرية إلا إذا ارتكب جريمة من التلاتة. إيه الجريمة من التلاتة؟ التحريض على العنف، يعني إنه يشاع خطاب كراهية يؤدي إلى العنف، أو التمييز بين المواطنين، إنه يجي على التمييز بقى. وطبعا المادة 53 قايلة التمييز هو إيه، يعني أي جريمة من جرائم التمييز دي يمكن من الناحية الدستورية والقانونية أن توقع عقوبة سالبة للحرية، يعني يتحبس مش بس يكتفي بالغرامة. لا، وفي التحريض على الكراهية عقوبة لا تسقط بالتقاضي. يعني دي على فكرة يعني مهمة. والطعن في الأعراض. يبقى الثلاث حاجات دول اللي المشرع الدستوري لما جه يكتب النص الدستوري استثناهم من حرية الرأي والتعبير. ده لا يدخل في نطاق الرأي والتعبير، ده يدخل في نطاق الجرائم التي يعاقب على القانون. أنا بشكرك على عرضك. ومفتوح أنه يصل هذه العقوبات إلى أنها عقوبات تبقى سالبة للحرية، يعني توصل لدرجة الحق. طيب أنا هروح لأستاذ أنيسة، بس معلش عشان الشيخ تامر معانا، يعني هل من قبيل حرية الرأي يعني أن حضرتك تقول الواحد إن الدين عند الله الإسلام، وبأن حضرتك القرآن الكريم بيقول كده يبقى حضرتك كافر، وبالتالي وحضرتك عارف أن مفهوم الكفر في المجتمع لا يعني عدم الإيمان ولكن يعني إباحة إراقة الدماء؟ أنا بس عشان يبقى الكلام واضح. ولذلك أنا أحمل الإعلام المسؤولية رقم واحد، وهو الاتجاه في عكس مصلحة هذا البلد. هذا الكلام لا ينبغي إطلاقا أن يثار على شاشات التلفزيون. هو الإعلام اللي فاهم الشيخ سالم عبد الجليل كده والشيخ عبد الله رشدي إن هو ده القرآن؟ أنا آسف يا فندم، لازم يكون في ميثاق مهني موجود يلتزم به كل من يخرج على الإعلام من أي مؤسسة من المؤسسات. هذه الأمور تبحث
تبحث في مجال البحث. ده دول المستنيرين يا شيخ تامر. نعم يا فندم. ده دول المستنيرين يعني الشخص اللي عبد الجليل ده كان بيتقال عليه مستنير. يا فندم في فرق كبير جدا زي ما حضرتك بتقولي، المصطلح الأكاديمي غير المصطلح الاجتماعي. يعني في مصطلح فقهي هو مصطلح الذمة، هذا المصطلح تطور الآن أصبح مصطلح المواطنة. هذا المصطلح لما إحنا نشيع في المجتمع هذا المصطلح على الإعلام ونردده، المجتمع هياخد من هذا المصطلح ما يبني به أفكار تكفيرية. صح. لأنه مبقاش موجود، ده من كتب التراث. هذا المصطلح لما الإمام الأكبر قال الأقباط هم أهل كتاب، مفيش حاجة اسمها هم أهل كتاب. بالضبط. وربنا سبحانه وتعالى اللي تكلم في القرآن الكريم في دائرة العقيدة وبين الفرق ما بين العقيدة دي والعقيدة دي، لم ينادي على المسيحيين ولا اليهود أبدا بيا أيها الكفار، وإنما ناداهم دائما قل يا أهل الكتاب. طب. فهم أهل كتاب. إضافة إلى ذلك، الإسلام والقرآن الكريم أدخل دائرة أخرى وهي دائرة المعاملة، فجعل الحرية في دائرة والكلام فيها كلام في دائرة مغلقة وانتهينا، الفرق بيني وبينه وانتهينا. لكن فيما بعد ذلك، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، دي المعاملة ما بيني وما بينه، وطعامكم حل لهم، يعني تبادلات ما بينك وما بينه، والمحصنات من الذين أوتوا يعني الكتاب. يعني فهم شيخ تامر، يعني شيخ الأزهر تطور أيضا إلى مفاهيم أبعد، وهو الأصل هو المواطنة. بالضبط. الأصل هو المواطنة، نحن نعيش في هذا الوطن نتمتع، وليس من حقي أن أنا أقول لحضرتك أن عقيدتك المسلمة فيها كذا أو عقيدتك، ليس من حقي، هذا ليس لا يعد هذا تفسير ولا إبداء لحرية الرأي. أزيد من هذا ما فعله فضيلة الإمام، وهو بين العوار في المصطلح المستخدم كثيرا في الإعلام، ومصطلح الأقليات، وقال إن هذا المصطلح ليس مصطلحا أزهريا ولم ينتجه علماء الأزهر، وإنما هناك مصطلح آخر هو مصطلح المواطنة. والمؤتمرين اللي اتعملوا استدعى فيهم فضيلة الحرية الإمام والمواطنة. الحرية والمواطنة، السلام والمواطنة، استدعى فيهم أكبر رموز الديانات في مختلف البلدان في العالم، لديه خطاب مستنير، لكن هؤلاء لا الدماغ ولا الفكر ولا ده موجود عندهم. يعني حينما يظهر ويقول ده يقوله على الهواء. شوف يا فندم، هقول لحضرتك، إذا كان هناك أسلوب من الأساليب يستخدم لاستدراج أحد المشايخ أو أحد المتحدثين، في النهاية الذي سيدفع الثمن هو الوطن، وإحنا ما عندناش مفاهيم. أنا مشكلتي في استدراج يا شيخ تامر، ده أنا مختلفة، أنا مشكلتي هو مخه إيه، فاهم إيه، دي مشكلتي بصراحة. أنا أكلمك بأمانة، أنا يعني. أنا ما بدافعش عن حد شخصيا، ولكن أحيانا ممكن الإنسان يخون التعبير فيخرج بالمصطلح الأكاديمي على الناس البسيطة، الناس كالمجتمع. هتناقش مع حضرتك في ده عشان نشتبك شوية، لأن طيب. لازم نتكلم بصراحة، ودكتور عماد وأستاذ أنيسة وأستاذ محمد ممكن نشترك في الحوار. حضرتك قدمتي زي ما سيادة النائب المحترم، زي ما أستاذ محمد عبد العزيز قال، ترجمة لمشروع قانون يحقق هذه المبادئ ويترجمها عشان نبدأ. لما رشا تتجاوز يبقى في قانون. صح. بيتعامل مع رشا. ماذا حدث في مشروع هذا القانون؟ بصي، أنا تحمست للقانون ده، أول قانون يعني أنا مقدمة ثلاث قوانين، ده أولهم. فات عليه أكتر من سنة دلوقتي، لأن ده نص دستوري. وأنا معتقدة زي ما حياتك كنت بتتكلمي أن باب الحقوق والحريات في الدستور ينقل مصر نقلة نوعية كما تحبي لأولادك وأحفادك أنهم يعيشوا فيهم، أن جميعنا متساوون في الحقوق والواجبات. والتفاصيل اللي كتبتها لجنة الدستور عن أنواع التمييز ممتازة، فأنا بعتبر أن المفوضية دي هي زي ضمير الشعب المصري، إن من يفشل في الحصول على حقه في منع التمييز ضده يستطيع دائما أن يذهب للمفوضية. وزي ما الأستاذ محمد قال، هي لازم يتم إنشائها، يعني عاجلا أم آجلا. ألا تحتل أو يحتل هذا المشروع أهمية قصوى ونحن نتابع هذه الأحداث بشكل لا مستمر؟ أنا أقول لحياتك السبب الحقيقي بصراحة. القانون ده قدم ثم تمت مناقشته في لجنة حقوق الإنسان، ثم في اللجنة التشريعية، وكان حاضرين ناس من وزارة العدل ومن وزارة المالية، وهي الوزارات المعنية عشان تدبير والاثنين، يعني وزارة العدل شخصيا المستشارة اللي كانت موجودة قالت هذا قريب جدا مما نفكر فيه. لكن اللي حصل إيه؟ إن أنت للأسف
فقوانين مهمه جدا بتتوقفي في انتظار ان تقدم الحكومه مشروعها. طب امال ما نص عليه الدستور من ان النواب والنائبات لهم حق تقديم القوانين، حق اصيل في تقديم المشروع. ازاي؟ طب نفترض ان الحكومه الله يكون في عونها مشغوله مش فاضيه عليها اعباء وما قدمتش، وهي الحكومه قدمت قانون السلطه القضائيه؟ لا لغايه بس يعني عايز اعرف يعني انا عايزين السلطه القضائيه الدكتور عماد. لا خلينا لا الدكتور عماد مش ناقص، هو مش ناقص كده اللي هو بالفعل شايلها شايلها. لا انا عايزه اقول لك ان انا ذهلت. لا على فكره يا جماعه ده سؤال يعني. لا بصي مضى دور الانعقاد الاول، دخلنا في دور ده قانون الجامعات الاهليه قدمته الحكومه ما خدتوش وخدتوا قانون الجامعات الاهليه. هي النقطه حضرتك نفترض لا سمح الله ان الحكومه مقصره او مش ناويه تجيب القانون، هل نوقف القانون الذي فيه مصلحه لاحساس المواطن بالمساواه العادله؟ لا انا عايزه اقول يعني بس على الناس ان حضرتك قطعتي شوطا كبيرا في هذا القانون. انا بقول حاجه بتناقش برتين يعني، كان ناقص جلسه كمان وينزل بقى للمناقشه العامه، واللي عايز يعترض عليه يعترض على كيفه. ازاي يعني زي ما يكون عنده في غيبوبه او موت مفاجئ او حاجه كده على اجهزه التنفس على اجهزه التنفس لغايه دلوقتي فات سنه. طب قولي لي حضرتك حطيتي في المشروع ده بنود ايه تحقق هذه المبادئ وتصون طيب هذه؟ اقول لحضرتك اولا انا بس عايزه اقول حاجه تعليقا على كلام فضيله الشيخ. احنا لازم نعترف اننا جميعا مذنبون طوال العقود الماضيه بشكل او باخر، حتى زي ما بيتقال في بعض المحافل حتى بالصمت العاجز. نحن لم نحتج على ان كل شيء بقى يقوم على تصنيف الناس دينيا او فئويا او معتقداتهم، وبقينا سهل نتهم بعضنا البعض بالكفر. ما انت لما بتيجي تصنفيني ان انا مسلمه جيده او غير جيده ولك الحق انك تصنفني، ابتدي اصنف اصحاب الديانات الاخرى وابتدي نوع من الكراهيه اللي كنا بنتكلم عليها، خطاب الكراهيه. يا فندم احنا تجاوزنا لده لوصف العقائد. اما انا بقول لحضرتك يعني حينما يصل الامر ان انا اقول لواحد عقيدتك فاسده، يا أستاذ يعني ده احنا وصلنا للمستوى. استاذة رشا ما ابتداش النهارده الكلام ده. طبعا الكلام ده ابتدى منذ السبعينات اواخر السبعينات لما ابتديتي تفسري وفقا لمفاهيم مستورده بان من افضل من افضل ايمانا، يعني مساله خطيره يعني. بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، المفوضيه بمنتهى البساطه يعني ايه؟ يعني انا بنشئ هيئه مستقله تمام زي باب اللي فيه الهيئات المستقله جهاز مركزي للحسابات وغيره ثم افوضه. انا مفوضه هذه المفوضيه، دي مش لجنه مؤقته، انا بفوضها في هذا، يتم تفويضها في هذا الموضوع. يبقى انا اي مواطن او جهه من حقه يروح للمفوضيه ويقول انا تم التمييز ضدي سواء رجل او امراه او بسبب ديني او ان انا ساكن في الوادي الجديد او اي حاجه. وهذه المفوضيه من امتيازاتها انها بتتلقى الشكاوى، وهي مش بتحاول انها يعني تسبق خطا الغير. لو الجهه اللي خطبتها صلحت الاجراء بتعمل عندها لجان تصالح وفض منازعات كويسة. وبعدين بتبتدي اهم من كده تنقي القوانين التي بها تمييز. بعض الناس قال لك ازاي ساعه المناقشه؟ ما حياتك عندك جهات كتيره جدا مختصه في حاجات كتيره جدا. يعني انا لو بعت للمجلس القومي للمراه وقلت له ايه القوانين اللي حضرتك رصدتيها المجلس القومي للمرأة بتميز ضد النساء، هتبعت لي قائمة بيها. صحيح. ابعت للجهات التانية، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس اي مجلس قومي في مصر او اي جهة. فانت بتشوفي بتنقي القوانين، مش المفوضية نفسها اللي هتنقيها. المفوضية هتقدم مقترحات تبعتها لمجلس النواب تقول يا جماعة في ناس بتشتكي من حاجة مثلا ما وردش فيها تشريع، ارجوكم سد هذه الفجوة التشريعية. وعندما يقدم مقترح عشان الناس تبقى مطمنة تماما كمان هيروح للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. لكن بعد كده حضرتك انا وجهت لك ده، وده على فكرة ينطبق على منظمات المجتمع المدني وعلى الأندية وعلى المؤسسات الحكومية، حضرتك ما صلحتيش ده. المفوضية لها حق تحريك الدعوة الاداريه ايوه او الجنائيه حتى. والنيابه انا احنا مقترحه في القانون، والحمد لله على فكره القانون ده ماده واحد فيه بتقول المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامه لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيده او الجنس او الاصل. ماده جميله جايه من الدستور. حضرتك كمان لكي حق ترفعي القضيه ونطالب النيابه بتخصيص دوائر بتنظر. بصي بصي يا استاذ رشا، انت لو المواطن حس لو انا مظلوم في حاجه لاي سبب وما عرفتش بالوسائل العاديه
لكن لقى جهه يلجا لها، ده هيحسن حتى مشاعر المواطنين العامه. يعني انت بتهدئي من غضب المجتمع احيانا نتيجه لبعض التمييز، مش زي ما هي الرجال والنساء او الاقباط المسيحيين والمسلمين فقط. غير كده هذه الهيئه مستقله، بيقترح اعضائها ورئيسها مجلس الوزراء، لكن لازم يوافق عليها مجلس النواب ثم يعينها رئيس الجمهوريه. ما فيش حد بيفضل اكتر من مدتين، مدتها 4 سنوات تتكرر لمرتين، وبالتالي ما يحصلش، عارفه بتستبعدي يعني اي نواحي من يعني استمرار المناصب لفتره طويله. وتمثل المحافظات كلها رئيس و29 عضو من المتخصصين من مختلف المحافظات. فانت ما تقوليش اصل حلقه اصل مرسى مطروح ما اعرفش عنها حاجه، انت عايزاها تبقى مظله لحمايه حقوق المواطنين بصفه عامه. انا فخوره بالماده وفخوره بانشاء المفوضيه لانه اجبار، مش واحنا نتضامن معاك في مساله لماذا لم يطرح هذا الحكومه خلص. لسه ما جابتش. طيب دكتوره عماد، طبعا زي ما استاذه انيسه قالت احنا امام وقائع متتاليه، ليست وليده الشيخ سالم امبارح ولا الشيخ عبد الله رشدي. الشيخ سالم كان الشيخ عبد الله رشدي هو اللي ايد ايده امبارح او قالها كمان قبل كده. تعامل الدوله بدا تعاملا حاسما، يعني قرار وزير الاوقاف باستيعاب بسحب التراخيص ومساله تحويلهم الى عمل اداري، والتعامل بتحديد جلسه طارئه للدعوه اللي رفعها الاستاذ نجيب جبرائيل للتعامل مع مساله توكيد تهمه ازدراء الاديان الى الشيخ سالم عبد الجليل. الا ترى حضرتك ان هناك تحول نوعي في طبيعه التعامل من الدوله هنا مع هذه التجاوزات؟ لا، تحول نوعي كلمه كبيره. لان دي معناها استراتيجيه او سياسه، لكن انا مش شايف ده للامانه، لانه عايز اقول انه انا مشكلتي في الموضوع برمته زي ما قالت استاذ محمد واستاذه انيسه، احنا مش وليد اللي بيحصل، مش وليد اليوم اللي بيحصل، من النصف الثاني من السبعينيات ايام الرئيس المؤمن، ايوه، ودوله العلم والايمان ومحاولات تطبيق الشريعة سنة 77 والصدام اللي حصل بالحدود. ارجعي للمرحلة من 77 وانت جاية هتلاقي ان الموضوع بدأ يتعمق. نمرة اتنين، ان بقالك يرجعوا لك من دول الخليج بثقافة تانية خالص. تلاتة، ان السادات لما خرج الاخوان من السجون مسكهم بالاساس التعليم، مسكهم بالاساس التعليم وسيطروا على التعليم كويس، وغابت الإرادة السياسية تماما واستريحت. يعني أنا أستطيع أن أقول أن ما نجني ثماره الآن ووضعت بذوره في النصف الثاني من السبعينيات، زرع السادات البذور، حصد، وقعت على دماغه ثمرة من الثمار المرة في 81 واتقتل، وجي مبارك في الثلاثين سنة سابها تتروي. يعني لا وقف ضدها ولا شجعها، لكن سابها تتروي. عندك زرع بيتروي وماشي فعايز اقول انه عشان نكون منصفين لازم تبدأي بسؤال كبير حوالين طبيعة الدولة المصرية. هل طبيعة دولة مدنية ولا دولة دينية؟ مدنية دي ما لا فيهاش. ده في حوار، ده في حوار. لا يا فندم، بس اسمعيني، بس اسمعيني. ازاي حوار؟ هقول لك بس. ده في الكلام بس. في الكلام دولة مدنية، لكن على الأرض دولة دينية. ماشي؟ ازاي يا فندم؟ بصي، أنت عندك الأستاذة أنيسة سيادة النائبة أشارت لبعض القوانين. المشكلة مش في مواد الدستور. مواد الدستور جميلة وتضارع مواد في ألمانيا وأمريكا، صح، ورائعة. ماشي، لكن نحن لا نحكم بمواد الدستور، نحن نحكم بالقوانين التي تشرع بناء على مواد الدستور. القاضي ما بيقولش بموجب الماده 53 انت انتهكت، لا، لازم نترجم القانون الفلاني، لازم نترجم مبادئ القانون في تشريعات. هناك هي قالت انه سياده النائبه قالت ان انا يعني ممكن الجهاد دي تبعت لي تشوف القوانين بتميز ضد المراه وضد المسيحيين وضد وضد وضد. ماشي، لو انت دوله دينيه، وانا ده عتابي على لجنه الخمسين. ماشي، انت بتقول حق الاعتقاد مطلق، نقطه طبعا. ماشي، طبع. بس بعدها قلت ايه؟ ممارسه الشعائر واقامه دور عباده قصر على الثلاث اديان. يعني انت دلوقتي لو انت عندك واحد ايا كان بهائي هتقول لنا الماده دي يا جماعه هتحط له شرطه، صح يا استاذ محمد؟
يعني انت الدوله قررت تصرف ثلاث اديان للمواطن. بكلمه بجد، يا اسلام يا مسيحيه يهوديه، غير كده مش هعترف بيك. انت عندك دول الخليج جنبك بتكتب بهائي في البطاقه. انا راجل يعني انا بتبع واحده من الديانات الثلاثه، لكن ما انت عندك احنا كلنا الثلاثه ما يمثلوش. بس العباره حريه العقيده مطلقه. ارجو يا جماعه تجيبوا الماده حريه العقيده مطلقه. انا فهمت منها انها تعني حريه الاعتقاد. طب الجمله اللي بعدها حريه ممارسه الشعائر. شوفوا يا جماعه حريه ممارسه الشعائر الدينيه وحريه ممارسه الشعائر الدينيه واقامه دور العباده لاصحاب الاديان السماويه، يعني الثلاثه. وبس علشان الكلام عن لجنه الدستور، فانا اقول لك اني انا صوتت ضد الماده دي لان كنت مع فتح حريه ممارسه الشعائر الدينيه مطلقه. لو انت بتتكلم على دوله مدنيه. لا يعني. لا انا مش بتهمك، انا بقول اللي ليك واللي عليك. لا محمد، انا بقول اللي ليك واللي عليك. هقول لك انه الدستور بيكتب بيعبر عن توازن في مرحله معينه، يعني لا. توازن في مرحله معينه. انا اسف، انا الدستور مبادئ ساميه بتكتب للمستقبل. انا في اللحظه اللي كانت اللجنه، عشان بس احط الامور في السياق، في لجنه الخمسين، انا اسف يا استاذ رشا، ثانيه اثناء كتابه الدستور لم يكن الماده تطلع بالشكل الامثل اللي انا اريده واللي انت تريده. اللجنه ما كانتش هتطلعها. انا خليني لا يعني خليني حط تحت دي كذا. ماشي، انا مدرك والله العظيم، بس عايز اقول عشان انزعجت لما بقول احنا ايه، لان انت بتصرفي للمواطن ثلاث اديان. اولا انا عايز افرق هنا وقد اكون مخطئه، وحضرتك استاذي في العلوم السياسيه اتعلم منك الكثير. حريه الاعتقاد مطلقه انا فاهمها في الاعتقاد، الا انه حدد ممارسه الشعائر للاديان الثلاث. انا عايز افصل بين الاثنين، ينفع؟ طيب انا دلوقتي طب لا هقول لك ليه، هقول انا فهمتها كده. هقول لك ليه ماشي، انت حسنه النيه. هقول لك ليه، وده تقدم كبير على فكره. انا هقول لك ليه. لاني انا بقول انه الدين علاقه خاصه بين الانسان وربه. الدوله المدنيه تعريفها البسيط هو تقف على مسافه واحده من كل الاديان والمعتقدات. أنا لا أدعو للخروج على الأديان الثلاثة بالمناسبة، لكن أنا بقول أنا جنبي مواطن بيقول أنا بوذي، أو جاني مواطن. أنا برضو هحط نفسي يا دكتور عماد مكان الناس اللي كانت قاعدة في لجنة الخمسين. بسيبك من لجنة الخمسين عشان محمد ما يتكلمش معايا. خلاص مش لجنة الخمسين، المادة. أما يقول حرية الاعتقاد مطلقة، يبقى أنا بقول أن أي اعتقاد له حرية مطلقة، لكن ربما أنا لا أدافع عن أحد. فكرة ممارسة الشعائر للأديان السماوية الثلاثة، يبقى مش دولة مدنية، لأن هم دول اللي عندنا في مصر. لا لا لا، ما تعرفيش على القوانين اللي هتفسري بيها. ما تعرفيش خطورة مجلس النواب. انت مش عندك في لحظة من اللحظات طلعت ناس قالت لك أنا ملحد، أنا ما مش طلعوا على التلفزيونات. مش عندك ناس لا دينية، وعندك ناس ملحدة، وعندك ناس بهائية، وعندك ناس بهائيين. عندنا ناس بهائيين وفي مناصب مهمة. بصي، مش ده الديبيت. الديبيت إن المادة 53 لازم تتقسم نصين، يقول لك بسبب العرق واللغه والدين والجنس، دي حاجات موروثه. طب احنا عبر تاريخنا يا دكتور عندنا ديانات وضعيه؟ لا اسمعي، انت بتتكلمي حاجه مثاليه للمستقبل. بصي، انت في دوله الامارات العربيه المتحده في قلب الخليج. هتروح ابو ظبي، تروح دبي، هتلاقي الجامع، كنيسه، معبد بوذي، معبد كونفوشي، وملوش دعوه، وشيعه وسنه وشيعه وكله. تفهم ازاي؟ دي مفهومي للدولة المدنية، ملهاش علاقة بما اعتقد. ما تصرفليش اديان، بس خلينا نطلع من دي لان دي مرحلة متقدمة جدا. الجزء بتاع المادة 53. طب اسمح لنا عشان النقطة دي مهمة جدا. دكتور عبد الله النجار كان معاكم في لجنة الخمسين في المادة دي اعتقد، يعني كان لابد يكون حاضرا يعني. طيب دكتور عبد الله مساء الخير. اهلا بيك يا استاذ رشا. خلي بالك انا ما كملتش وجهة نظري. الكرام دكتور عماد، يعني الدكتور عماد بيثير نقطة في غاية الأهمية، بيقول إذا كنا بنتكلم عن دولة مدنية تتاح فيها حرية الاعتقاد، إذا لماذا جاءت المادة الثانية في الجزء منها في الجزء الثاني منها مقيدة لفكرة ممارسة الشعائر والطقوس الدينية على ثلاث أديان سماوية فقط؟ أنت بتحرجيه. شوف أقول لحضرتك، هو لا يوجد في الإسلام ولا يوجد في الدستور ولا يوجد في أي نص تشريعي ما يدعو إلى التمييز بين أتباع الديانات السماوية أو السماوية. ربنا سبحانه وتعالى من حقائق الدين الإسلامي أن الله عز وجل لا يكره الناس على أن يؤمنوا به،
والمبدأ المقرر لا إكراه في الدين. ده ربنا ادى للعبد حق الاختيار بين أن يؤمن به أو لا يؤمن. وليس من طب هل البوذية دي وانتوا بتعملوا لجنة الصحيح ليس مما يليق بجلال الله عز وجل انه يخير الناس في امر خلقهم من اجله ولذلك خلقهم ثم يعاقب او يسلط كل واحد على الاخر ليعيره بمختار ربنا اسمى واجل من هذا. ولذلك التمييز الديني فيه مخالفه لمقصود الشارع من اختلاف الناس في العقائد وانه لو شاء جعلهم امه واحده ولكن جعلهم مختلفين. ولذلك لما قلنا ان حريه العقيده مدفوله لكل انسان ذلك تقنين للمقصد الالهي المقرر لكل البشر ومن حقهم ان يختاروا اي دين من الاديان وليس من اي دين. هو الدكتور عماد بيتكلم لماذا حصرها في الاديان السماويه الثلاثه؟ لا ما هي الاديان السماويه الثلاثه لان يعني هي تكاد تكون متفقه على المبادئ الاخلاقيه العامه التي لا يخرج عنها اي دين ارضي. يعني المبادئ طب وليه حصرها؟ ما كانت تبقى حريه الاعتقاد وكل من له هناك حق في ان يمارس الشعائر بتاعته وفقا للقانون وشكرا. هي ما هي في حريه الاعتقاد برضه بيدخل النص الدستوري الحق لمن يخالفون الديانات الثلاثه ان يحموا في عقائدهم وان يميز بينهم وبين احد. الدستور ضمن هذا المعنى. ضمن ده ازاي بقى؟ هو ده اللي الدكتور عماد بيسال عليه. أستاذة رشا لما قلت إن حق الاعتقاد مدفول أيوة هذا النص بيشمل الديانات السماوية ويشمل أيضا الديانات غير السماوية. طب حطيتوها ليه؟ ما كنت سبتوها مطلقة؟ فقط في ممارسة الشعائر بالطريقة أن ينظمها القانون علشان يدخل الحماية ويدخل الجو الذي يستطيع فيه المتدين أن يعبد ربه على نحو صحيح. وبالتالي فحرية الاعتقاد للديانات السماوية والديانات الأرضية مدفولة بنص الدستور وأيضا هي مشمولة بالحماية الشرعية اللي ربنا أداها للناس في أن يؤمنوا به أو لا يؤمنوا به وذلك حين قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وبالتالي ده أنا سمعت فضيلة الإمام نفسه الدكتور أحمد الطيب وإحنا كنا حاضرين الجلسة اللي كان عاملها للحوار في قضايا بورما وهو بيشيد بمبادئ الديانة البوذية وكيف أنها تحمي قيم إسلامية وأخلاقيات والكونفوشية وكل يعني هناك ديانات أخرى يرى البعض إن هو ده طبعا مش موضوعنا النهاردة لكن على أي حال إذا حضرتك شايف أن أن الدستور وفقا لهذه المواد كفل حرية الاعتقاد أيا كان هذا الاعتقاد؟ كفل الاعتقاد لكل إنسان بالنسبة للديانات السماوية والديانات الأرضية ولكن الممارسة هي التي نظمها القانون نظمها الدستور وجعل القانون هو الذي ينظم هذه الممارسة. طيب أنا بشكرك يا دكتور عبد الله نجار أستاذ الشريعة شكرا يا فندم. دكتور عماد ربما يرى البعض أنه للأمانة إحنا بادئين حياة جديدة بعد 30 يونيو نسعى فيها إلى الدولة المدنية اللي كنا بنتكلم فيها مع حضرتك. حضرتك مش شايف أن تعامل الدولة مع ما بدأ من تجاوزات بلاش مختلف نوعيا لكن يحمل سيف القانون يحمل سيف التصرف؟ خليني بس أكمل فكرتي أقول أن المادة 53 مقسومة لجزئين. الجزء الأولاني بيقول لك اللغة والدين والعرق ودي موروثة الإنسان بيتولد بيها اللغة والدين والطائفة والبتاع. إنما الباقي الانتماء السياسي والطبقة الاجتماعية والجغرافي ده بنسميه مكتسب. صح. يعني أنا كنت عايش في الصعيد جيت عشت في القاهرة. مش عارف كنت طبقة وسطى إيه بقيت طبقة وسطى إيه أو كنت دنيا بقيت وسطى. يعني دي حاجات بنكتسبها في حياتنا. كويس. لازم نفرق ما بين دول. الأخطر هو التمييز اللي متعلق بالجزء الأول لأنه تمييز متعلق بالدين والعقيدة والجنس والأصل واللون واللغة دي متوارثة بيتولد بيها الإنسان بالميلاد يعني ده بيتولد فيها على أرضنا بالميلاد وبالتالي دي اللي هي يعني أنت ممكن تدخلي في ديبيت حوالين التمييز بين المنتمين سياسيا للأحزاب اليمينية واليسارية والبتاع تدخلي في ديبيت لكن آفتنا إحنا في مجتمعنا هو الجزء الأول الدين والعقيده والجنس صحيح. والاصل هي واللون ده واللغه اللي كويس دي اللي هي بنتكلم عليها المهمه الرئيسيه لانه انا لا اقف كثيرا امام ما قال الشيخ سالم عبد الجليل لانه دوت بنسمعه يعني بنسمعه
طول الوقت بنسمعه، والدعاء على غير المسلمين بنسمعه من السبعينات. بس الان لا يسمع. لا انا قلت كل بنسمعه يعني لا انا عايز اقول بعض الحاجات. انا عايز اكون والنبي عشان بس ماشي ماشي يعني اقول كنا. انا عايز اوصل لايه معاكي؟ عايز اوصل لانه عشان توصلي اللي قاله الشيخ سالم عبد الجليل هو مرحله وسيطه ما بين الفكر والتحريض ثم العنف الدم. الفكر ده كل ما يكتسبه الانسان من كتب من معارف وكتب بنسميه الاطار المعرفي. انا رؤيتي ايه لغير المسلم، رؤيتي ايه لغير المسيحي، رؤيتي ايه لكذا، بيقولوا لي ايه وانا طفل صغير، في المناهج بدرس ايه، صح، الاعلام بيقول لي ايه، كذا كذا، فبكون ده. باجي بعد كده ده خلاص الاطار الفكري، ان انا عندي ده كذا وصفته كذا وده كذا وده كذا، ماشي. وده اللي مثلا لو رجعنا لزياره بابا روما هيقول لك الراجل الفكر اللي بيقتنع بيه يقول لك الله لا يحتاج الى حمايه من بشر بل هو الذي يحمي البشر، صح، خلاص مش صح. دوري انا كمسيحي ان ادافع عن ربنا. واحد بيحرق الانجيل احرقه، انا ما عنديش مشكله، صح، لاني الله اقوى من الجميع لو انا مؤمن، وبالتالي يدافع عن يعني وللبيت رب يحميه، الكعبة الشريفة يعني للبيت رب يحميه. دي 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 الإطار الفكري. بعدين في إطار بنسميه الانفعالي اللي هو المقولات اللي من النوع ده. هو الدكتور سالم عبد الجليل أول واحد يقول ده؟ ما هو برهامي الليل نهار بيقول ده، وغيره بيقول ده، وبياخد تصريح من وزارة الأوقاف وبيطلع على المنابر. ما أنا اتكلمت مع وزير الأوقاف يا دكتور، وحضرتك أكيد تابعت الراجل ممتاز. لا أنا قال لي حاسبيني على اي حاجه بيقولها ياسر برهامي الان، اذا طلع وقال هذا الكلام انا احاسبه واسحب منه التصريح. ما ولا بحاسب الانسان على اللي هيقوله، ولا بحاسبه على تاريخه وما قال. ده انت عندك حاجات يقول لك الاقليه المسيحيه في مصر اقليه كافره مجرمه، ده موجود على اليوتيوب. هاجي دلوقتي اقول والله اصل الراجل بقى كويس، ده راجل طبيب ويقول لك البيريود عمل شيطاني، يعني اتفاق طبيب نساء واطفال تقريبا اطفال. فعايز اقول دي منتاليتي اتحاشد بالكلام ده. الانفعالي لما ابدا احرض واقول كذا واقول كذا واقول كذا، بعد كده بيبدا نظريه السلوك. بس انا مازلت يا دكتور عايزه ابقى عندي امل ان في حاجات بتتغير، ان في حاجات بتتغير، ان ياسر برهامي لما يقف دلوقتي على المنبر لا يستطيع ان يقول هذا الامر ولن يسمح له. لاحظي ان انا قلت لك انا ما كملتش وجهه نظري. طبعا انا مش هاخد وقت حد، انا هقول وجهه نظري متكامله، وبعدين انا هرجع هخليك متفائله. انت فاهم ازاي؟ فانا بقول لك ده المكون الانفعالي اللي هو اقول له كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده بيعملوا كذا وبيعبدوا كذا. واحد بيطلع يقول لهم ما ينفعش تتبني كنيسه هنا، دي ارض اسلام بتاعكم اللوفي، واحنا ورثناها بدون كنيسه وهنسلمها بدون كنيسه. الكلام ده بيتقال، ثم ياتي من يقتل او يفجر نفسه، سواء ضد مسيحي او ضد ليبرالي او ضد كاتب او كذا. السلوكي ده هو اللي احنا بنتعامل معاه، ماشي، اللي هو يبدا بان انا اتجنبك لان انا عندي صوره سلبيه عنك، بتجنبك لغايه ما انتهي بيه التفجيرات. ده شكل من اشكال التمييز طبعا. على فكرة. طبعا لا ده الممارسه العنيفه كمان، بدايه العنف هو التجنب، بينتهي بالتفجير الذاتي. عايزه تعالجي الموضوع ما تجيش عند الدكتور سالم عبد الجليل اللي هو في النص، تعالي في الاول في المكون المعرفي. لا مش المكون المعرفي، انت بتحشي دماغ الاولاد ايه، صح، انت بتقولي لهم ايه في التعليم. بصي في التعليم بيتقال هذا الكلام، في منهج ثالثة ابتدائي عندك حاجات بتقول للولاد كذا وكذا وكذا، بتحض بيدرسها المسلم لا والمسيحي. ولا يعد شكل من اشكال التمييز، وحتى وزير التربيه والتعليم قال لي، لا قال لي حاجه تانية. قال لي شكل ووزير، والحقيقه الوزير ده عنده افكار هايله جدا، قال لي هو انا لما افرق بين المسلم والمسيحي في حصه التربيه الدينيه الا يعد هذا تمييزا؟ استاذه رشا تمييزا. ده بصي ده باكج على بعضه. عايزه بتفرقي بين الولد والبنت، عايزه دوله مواطنه، نعم، وعايزه نعيش في مجتمع امن ومستقر، امسك السلسلة دي من أول اللي بيتحشر في الدماغ، صح، من التعليم للإعلام للكتب اللي موجودة لكذا لكذا لكذا. ال- 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 الطفل ورقة بيضة، حسب ما بتحط في دماغه انت بتقولوا له. أنا ولادي وهم صغيرين بقول له يا ابني المسلم بيعبد ربه في الجامع والمسيحي بيعبد ربه في الكنيسة، فولادي عندهم كل أصدقائهم معظمهم مسلمين وبنتعامل معاهم وبنعمل كل حاجة ومتعايشين بتوازن كامل. والمسلمين أيضا لهم نفس المسألة. لا بس يعني في أسر كان جيلنا كله كده، مدرسة مدرسة في النزهة بيقول لك أنا بقبل مدرسة ما بقبلش غير مسلمين، أي مدرسة. نتصدى للتمييز ده. ماشي، إيه اللي خلى الراجل ده في مدرسة بيعمل ده؟ بيجي يسأل الطفل
انت مسيحي ولا مسلم، يقول له مسيحي، يقول له انت هتدخل النار ما لعبش معاك. ما هو ده هو الدكتور عماد بيقول نمسك القضيه الحقيقيه جايه منين، نمسكها من جذورها. صح، عالج الموضوع خلاص. اللي اصيب بالفيروس اصيب. عايزه تنشئي اجيال لاولادك واحفادك، انقذي الاجيال القادمه، انقذي عشان اخليكي متفائله. عايزه تبقي متفائله، مش نقعد قاعده زي دي ونرمي التهمه على حد ونقول لا. انا بقول نقطه ومن اول السطر، طور منهج التعليم، احكم الاعلام، خلي موضوع النقاش في العقائد ده موضوع اكاديمي وبحثي وبتاع ما تطلعش بيه على العامه. ثلاثه، قول المواطن مواطن. وعلى فكره ده من المبادئ اللي ارساها فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد طيب، لا حوار في العقائد ولا يطرح هذا الموضوع على وسائل الاعلام. يعني واضح جميل. واضح جميل. بس اللي انا عايز اقوله لك ان احنا دورنا، احنا ما احنا سهل جدا الواحد يروح يعيش في مجتمع وتاني ويريح دماغه، لكن احنا بنقول دي بلدنا وعايزينها تبقى جميله، وعايزينها تبقى متوازنه ومستقره، وعايزينها تبقى بلد الجميع كل المواطنين. انا ماليش دعوه هو بيعبد ايه، دي مساله ربنا، علاقته بربنا. فاهم ازاي؟ لازم نزرع في اولادنا كده ان مفيش حاجه اسمه ده كافر وده كذا وده كذا وده كذا، ده مواطن مصري مسلم، ده مواطن مصري مسيحي، ده مواطن مصري ايا كان يهودي ولا بتاع. الحقيقه هو مواطن مصري ماشي، هو مواطن مصري صح، مفروض مواطن مصري وفقط. فاهم ازاي؟ تدخلي في البتاع دوت، لو انت عالجتي الجذور الفكريه دي، وده دور الازهر ودور وزاره التعليم ودور الاوقاف ودور الكنيسه ودور ده ودور ده ودور ده. ده انا حضرت الفضيله الامام وهو يقول ان النبي محمد عليه السلام ارسى لمبادئ الدوله المدنيه في وثيقه المدينه. أنا سمعت حينما عمل الجميع على انهم ناس عايشه فيها. بل قال اكثر من ذلك، احنا بنزايد على النبي صلى الله عليه وسلم، هي الحاضنه الأولى. طب انا معايا على فكره الفيديو ده، اسمح لنا بس يا دكتور ان احنا بعد الفيديو انا عايز اقول لك مثل واحد واحد. حاضر، هنسمع الفيديو الخاص بفضيله، حاضر يا فندم، الفيديو الخاص بفضيله الامام اللي اجمل فيه المواقف الخاصة بالديانات الأخرى. إن مصطلح المواطنة هو مصطلح أصيل في الإسلام، وقد شعت أنواره الأولى من دستور مدينة وما تلاه من كتب وعهود لنبي الله صلى الله عليه وسلم، يحدد فيها علاقة المسلمين بغير المسلمين، كما ينبهنا الإسلام إلى حق أصيل فطر الله الإنسان عليه، وهو حق الحرية والتحرر من الضغوط، وبخاصة ما يتعلق بحرية الدين والاعتقاد والتمذهب. آية الكريمة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. استشهدنا أيضا بأن أتباع عيسى عليهم السلام وهم المسيحيون وإلى يوم القيامة هم أناس ليس فيهم كبر، وأنهم في قلوبهم رأفة ورحمة بالآية الكريمة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الأزهر هو الذي وضع ولأول مرة في الدساتير أن تكون يعني للأقباط عقيدتهم ودينهم في أحوالهم الشخصية وفي عباداتهم. يا أخي سبحان الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أليس من البر أن أقول له في عيد ميلاد كهذا يعتبر عيد محوري عندهم أن كل سنة وأنت طيب، أو يعني عيد سعيد؟ المسلمين في بداية أمرهم في مكة كانوا ضعفاء ومستضعفين، وكان الوثنيون يعذبونهم، ولجأوا إلى محمد فقال لهم اذهبوا إلى الحبشة لإثيوبيا، فإن بها ملكا لا يظلم أحد في جواره، وأرسل بهؤلاء الضعفاء إلى دولة مسيحية وإلى بلد وإلى ملك مسيحي. وكانت هذه الهجرة حدثت مرتين، ونحن نعتقد بأن المسيحية كانت حاضنة للإسلام، الحاضنة الأولى للإسلام. معاكم التعقيبات من ضيوف الأعزاء. أنا 30 ثانية بس، عايز أقول لك المشكلة الكبرى اللي أشارت ليها سيادة النائبة هي القوانين واللوائح التفسيرية للقوانين. يعني مثلا ربما بعض لا يدري أنه مثلا عندك، عشان كده بسألك دولة دينية ولا مدنية، عندك نص بيقول إذا أشهر أحد الوالدين إسلامه، أحد الوالدين الرجل أو الست،
فيذهب الأولاد إلى صاحب الديانة الأفضل. الإسلام. آه مكتوبة كده الديانة الأفضل هي الإسلام. ده في القانون. يعني إيه الديانة؟ هو ترجمها الأفضل هي الإسلام؟ آه طبعًا. اسألي في القوانين. يا محمد اهو ما هو بيروح طب بيروح فعلا فاذا اسلمت الست بتاخد ولادها المسلم. اذا اسلم الراجل بياخد ولاده لا أنا حتى لو يعني صغيرين يعني ايه يا استاذ محمد يعني عندك كده افضل الديانات وقال الاسلام هي لسه قوانين الاحوال الشخصيه انا طبعا يعني مش دارسها بدقه لكن في احكام حكمت لصالح لو الاب مثلا مسلم ومتزوج مسيحيه المفروض ان الحضانه لل لا مش متزوج لو ده لو لو يعني متزوج مسيحيه او هي غيرت يعني. في نص في القانون انت مفاجاه انت مفاجاه أيوة للاسف عشان نواجه نفسنا ده انت مفاجاه طب نص القانون ايه وبتحكم في الاحوال الشخصيه الاحوال الشخصيه انت فاكره قصه الولد اسمه ماريو اندرو انا عارفه الحكم اللي حصل في ده أبوهم. دي احكام أبوه. لكن لا تستند الى القانون لا طبعا ازاي بقى امال الحكم بيستند الى ايه ما انت دي خطوره القوانين والتشريعات يا استاذه رشا ان انت لا تطبقي زي ما الدكتوره ماده ما بتطبقيش الدستور انت ما فيش حد حجيه امام المحاكم يقول اصل ماده 53 قالت كده هو مال طيب انا بس عايزه اقول ممكن اخد حاضر والله فعلا بس عندنا بس مداخله من الاستاذ نجيب جبرائيل طب المحامي على الواقعه دي لان هو متداخل فيها حاضر حاضر مساء الخير يا استاذ نجيب ازيك يا استاذ رشا وتحياتي لضيوفك الافاضل يعني اهلا وسهلا اتفضل يا استاذ نجيب بص يا استاذ رشا يعني اخواننا الموجودين عندكم حضراتهم ودول متفائلين بقانون او بفوضيه عدم التمييز متفائلين قوي يعني للاسف الشديد انا في اعتقادي ان القانون ده هيصطدم بالشريعه الاسلاميه او بالاحرى بالماده الثانيه من الدستور لا خالص يا فندم لا ما حصلش ده لا مختلفه مع حضرتك ده الازهر هو الذي قدم المقترح على فكره في لجنه ال 50 وكان استاذ محمد مشارك يعني معايا مش معايا يا رشا طب نسمعه ونعقب اتفضل يا استاذ نجيب احنا بنقول ما نميزش ما قلناش حاجه انا بقى عايز اقول ان المفاوضات عدم التمييز دي هتصطدم اصطدام مباشر بالماده الثانيه من الدستور انت بتتكلموا عن حريه الاعتقاد في الدستور فيها حريه الاعتقاد لكن ما فيش حريه عقيده طبعا ولا بحضرتك حريه الاعتقاد ده امر داخلي بين الانسان وربه وداخل بيته يتكلم زي ما عايز لكن هل يستطيع احد هل يعطي القانون احد يعني يتحول الى غير الاسلام طبعا ده مش موجود هديك بعض الامثله الدكتور عماد قال القضيه الشهيره بتاعت ماريو واندرو اللي كنت انا ماسكها ولا حضرتك رغم ان القانون 185 قانون الحضانه بينص على انتهاء سن الحضانه عند 15 سنه ولم يفرق بين الطفل القبطي والطفل المسلم لكن في الناحيه العمليه لما بيجي الاب بيشهر اسلامه وانا عندي 20 حكم اني بيقول القاضي باسبابه لئلا يتردد الصغير على دور البيع والكنائس ويألف غير الاسلام دينا حكمت المحكمه بضم الصغير ليتربى مع زوجة ابيه المسلم. القانون قانون الاحوال الشخصيه بيقول كده؟ يا استاذه هو الشريعه الاسلاميه الماده الثانيه عند عدم وجود لا انا فاهمه ده يا فندم انا فاهمه ده لكن انا بسال في قانون الاحوال الشخصيه بيتقال هذه العباره اللي حضرتك بتقولها انه حتى لا يالف ويتحول الى المسيحيه وانه يروح لاقرب يروح لافضل الاديان وهو الاسلام عندنا ماده في القانون ان القواعد الشرعيه بتقول ايه؟ خير الاسلام دين هو الاسلام وده حضرتك خير الابوين دينا هو الاسلام فانا بطبق القواعد القاضي هنا بينحي القانون وبيطبق القواعد الشرعيه ايوه بس في النقد اصلا القاضي قبل النقد وحكم بانهم يقعدوا مع والدتهم المسيحيه حضرتك انا عندي استاذ رشا اديني فرصه بس انا عندي مش حكم 50 حكم مش حكم واحد 50 حكم مساله ثانيه مساله انا بتكلم يا استاذ نجيب خليني بس في ماريو اندرو في النقد القاضي قبل النقد وقال ان هما يقعدوا مع والدتهم المسيحيه اطلاقا انا عندي القضيه عندي انا كمان عندي انا والرئيس مبارك تدخل في هذه انا بره اتفضل الرئيس مبارك تدخل في هذا الامر يوم 2009 وعملنا مؤتمر صحفي يوميها لما العيال راحوا الفصل الصبح ثاني يوم قال لهم انتوا ادخلوا ادرسوا دين اسلامي انتوا بقيتوا مسلمين وده بحضرتك فالرئيس مبارك صدر قرار وزير التربيه والتعليم قال لك دول لا ينتهوا دين اسلامي ولا ينتهوا دين مسيحي وده بحضرتك لكن ولسه من ثلاث اربع سنين لما كانوا 16 سنه عملنا اعاده تغيير وتحولوا المسيحيه بعد ما كانوا ديانه مسلمين وخلينا نتكلم بكل صراحه دي فرصه اتكلم دي مثال المثال الثاني يا استاذ رشا
حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها معك لا يوجد أستاذ أمراض نساء نفسي على مستوى جامعات مصر الحكومية. ليه ده؟ القاعدة الشرعية بتقول إيه؟ لا يجوز لغير المسلم أن يطرق العورة المسلمة، بيقول لك قواعد شرعية. خد دي مثال ثالث كمان، الدعوات وأعضاء مجلس النواب أعلنوا هذا، وده بحضرتك قانون بناء وترميم الكنائس. المادة التاسعة بتقول إيه؟ بتقول إن الكنائس التي لم تكن مرخصة وكانت تمارس فيها الشعائر تعتبر تهافت مرخصة على أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بتوفيق الأوضاع. قرار رئيس الوزراء رقم 29 لسنة 2017 صدر في شهر مارس اللي فات، إيه بقى؟ مصيبة سودة بقى. الأجهزة الرقابية أولاً موافقة الرقابة مش عارف الرقابة دي إيه مالها، موافقة الأمن القومي، المخابرات الحربية، الآثار، ودي ترسانة ترسانة رقابية عشان أنا أوثق أوضاع كنيسة، دي مشكلة سودة. خد عندك كمان. لا بس رقابة. بس يا فندم يا فندم، إحنا على فكرة يا أستاذ نجيب، بس خلينا أنا ما زلت يعني عندي، إحنا عملنا قانون كنائس محترم جدا الحقيقة. يعني ما يا أستاذ نجيب والنبي نتفائل شوية. ما كانش موجود أساسا. أنا ما بقفش على القانون يا رشا، أنا بقفش على القانون. ما انت بتديني باليمين تاخدي بالشمال يا استاذ رشا، بتديني باليمين وتاخدي بالشمال. طب اقول لك حاجه، دي فرصه يا رشا اتكلم ولا ايه؟ ولا افتح ولا امشي؟ استاذ نجيب انا والله اعطي لحضرتك فرصه، بس انا بس بعقب على بعض الكلام اللي حضرتك. لا انا عايز اعقب على الكلام. معاف السؤال، الاسبوع اللي قبل اللي فات تقدموا لي بطلب للحصول على كنيسه جديده، الارض مسجله والدنيا كلها مسجله وكل مسجل، عارف وده ورا فين؟ الامن الوطني. وانا اتصلت بيه اللي هو ايمن عبد الدكتور ايمن عبد المنعم، يا سياده الوزير القانون ما نصش على الامن الوطني يا فندم. طب ارجو حضرتك بس تبقى معايا يا استاذ نجيب لو سمحت ثانيه واحده. النائبه انيسه حسون هترد على نقاط مهمه حضرتك قلتها. اولا حكايه ان هيتصادم مع الماده الثانيه قانون. لا لا بصي انا شايفه هذا يعني هذا التصنيف او الوصف لمفوضيه المساواه ومنع التمييز وارد في نفس الدستور اللي فيه الماده الثانيه، فانا مش عايزه نبقى يعني ندخل في ادق التفاصيل المتوقعه كمان، مش بس الحادثه المتوقعه. بقينا تحركنا المخاوف مش الواقع. لسبب بسيط انا بعتبر اللي احنا بنحاول نعمله ده تغيير جذري في الثقافه المصريه. صح. يعني مش سهل. هي دي بقى النقطه الجوهريه. مش سهل نتقبله. ثانيا انا عايزه اقول لك حاجه، ميزه المفوضيه لما بنتكلم الرقابة الإدارية بتتكلم على إيه كهيئة من الهيئات المستقلة؟ بتتكلم على مخالفة قانونية أو إدارية أو مالية. مزبوط. لكن المفوضية بتتكلم على إيه؟ مخالفة دستورية. مزبوط. وتمييز سلبي. مزبوط. ده مش زي كوتة المرأة اللي بقول لازم أديها. دي أول حاجة. ثانيا أنا متفقة تماما وهو ده اللي يرد برضو على كثير من أسئلة الأستاذ نجيب، أنا متفقة مع حكاية التعليم. حضرتك بتعلمي. طب احنا هنتكلم في ده بس. طيب. أنا بس كنت عايزة أعلق على أستاذ نجيب. أستاذ نجيب أرجو أن تبقى معي عشان هينضم إلينا الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي. مساء الخير يا شيخ خالد. لا والله ده تديني فرصة. أهلا وسهلا. احنا ما اتكلمناش كده. أهلا وسهلا. يعني الحقيقة ضيوفنا متفقين على إن ما يحدث هو نتيجة موروث ثقافي وديني، والضيوف زعلانين مني في الاستوديو عشان بدي الفرصة. احنا حاجزين بقى. حاضر احنا حاجزين فترة. يا شيخ خالد بيقولوا ان ده نتيجة موروث ثقافي وان ما حدث من الشيخ سالم ليس هو القضية الاولى، وليس احنا سايبين مسكين في الحتة دي رغم ان في موروث ثقافي وديني معين علينا ان نتعامل معه بشجاعة. لا نستهجن الحكومة، خليني ادق واجرى، نحن لا نستهجن كمجتمع الهجوم على الديانات الاخرى. خلينا واقعيين. تمام نحن لا نستهجن ده. طيب شيخ خالد. الحقيقه طبعا تحياتي بيك والساده الضيوف الكرام، يعني معلش معذره ان انا ما كنتش متابع البرنامج من البدايه الاجتماع، لكن عاوز اقول انه انا موافق الاستاذه الكريمه المحترمه اللي بتقول انه احنا الاستاذه النائبه المحترمه انيسه حسون. الاستاذه انيسه حسون اهلا وسهلا بيها وبالضيوف. احنا فعلا عندنا حاله من حالات الاستعلاء الخطاب الديني، استعلاء الخطاب الديني اللي هو للاسف الشديد بيشعر به البعض المنتمين للديانات المختلفه في ازمنه مختلفه في اوقات مختلفه لظروف اجتماعيه او لظروف نفسيه او لظروف علميه او لظروف جماهيريه، لانه من الممكن ان يكون هناك احد رجال الدين في او دعاة الدين
ملة ما أو في جهة ما، مش شرط أن يكون مسلما أو كان غير مسلم، وله جماهيرية تؤهله أو تسب عنده حالة من حالات الشعور بالاستعلاء مما يؤدي أو ينعكس على أسلوبه الخطابي بما يؤذي الآخرين. فهذه هي الكارثة أو هذه القضية التي نعاني منها جميعا، محاولة أن نحول الدين إلى أداة للتواضع وخدمة الآخرين وخدمة الإنسان وخدمة البشرية ومحبة الجميع. هذه قضية مهمة كبيرة جدا اختفت باختفاء ما يسمى بالعالم المربي. احنا عندنا اثنين من العلماء، العالم المربي والعالم الموجه او العالم المؤدي. العالم المؤدي او العالم الوعظي او العالم الافتائي هذا موجود الحمد لله بكثرة الان، انما العالم المربي زي فضيلة الشيخ اسماعيل صادق العدوي، زي فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود، زي فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، زي فضيلة الشيخ الله يرحمه جاد الحق، زي فضيلة الشيخ مثلا يعني امثله كثيره، حسن المشدي، زي فضيله الشيخ يعني عندنا ثلاث امثله كثيره للعالم الذي يحب التربيه ابنائه. لكن للاسف الشديد لا يجوز استخدام الدين كماده استعلائيه وتعالى فيها المواطن على اخيه المواطن اذا لم تكن المواطنه هي اساس التحاور المجتمعي. احنا بننتحر جميعا زي انتحار الانسان، انتحار جماعي، إذا لم نكن مؤمنين بأهمية رفع قيمة المواطنة لدرجة أننا يعني نشعر فيها أن الجميع أمام القانون سواء في قضية. ولذلك أنا أرى أن الاحتكام إلى القانون أولى من الاحتكام إلى الأحكام الدينية. أحييك هذه العبارة هي العبارة السليمة تماما، واللي احنا على فكرة محور حلقتنا فكرة الاحتكام إلى الدستور والقانون. القضية أنه يتم بشكل واضح الاحتكام إلى هذا الأمر، حتى مسألة الآراء الفقهية أو الدينية لا يجب أن هي تكون حاكمة للمشهد بأي حال من الأحوال، لأنها تقديرية ولأنها متغيرة، صح، لأنها ظرفية ولأنها تتأثر بتأثر الصحيبة والاتجاهات المذهبية. لا يمكن أن نحتكم إلى آراء متغيرة ومختلفة. أما القانون ارتضاه المجتمع كعقد اجتماعي، وهذا المجتمع يتميز تتصف فيه الدول المجاورة لنا. هذا المجتمع يتصف بما يسمى بالتعددية، لدينا ما يسمى بالقبطية، والقبطية هي جنسية مصرية فريدة لا توجد في أي مكان في الكرة الأرضية إلا في جمهورية مصر العربية. فإذا لم تحترم هذه القبطية أي هذه المواطنة التي تجمع بين دفتي أمة مسلميها ومسيحيها فقولي على أحسنت بس. أحسنت يا شيخ خالد، بشكرك الشيخ خالد الجندي، وأدي حق التعقيب لضيوفي عشان هم عاملين ثورة في الاستوديو. تفضلي يا استاذ. انت تهنظر جوه المجلس السيدات والنساء، انا بمارس جوه الاضطهاد فغالبا غالبا يا حمد عبد العزيز المفوضة دي هتشتغل عليا. لا لا بصي انا عايزه بس اقول كذا نقطه باختصار، يعني باختصار مخله حتى. أنا عايزة أرد أولا على اللي قاله الدكتور عماد لما قال على حكاية الدولة المدنية. أنا سأؤمن أنها دولة مدنية عندما يطبق القانون بصرامة على الجميع، صح. ما يبقاش في مجالس عرفية، ما يبقاش في حوادث ما كانش قصدنا، خلاص، صح. دي أول نقطة. واتكلمنا على أن التعليم مهم، يعني معلش الكنيسة بتاعت كوم الأوفي دي يعني نعمل قاعدة عرفية، ما احنا عملنا قانون بناء كنائس. أنا لا أصدق أن هناك دولة مدنية طول ما أنا ببعت رجال الدين سواء إسلامي، صح. أو مسيحي يحلوا المشاكل، صح. وإحنا مالنا، دول وظيفتهم في داخل دور العبادة، صح. خلاص دي أول نقطة، صح. تاني حاجة في التعليم مش بس مسلم ومسيحي، الولد والبنت، صح. يعني ده صلاح جاهين قال البنت زي الولد، مش كمالة، يعني إحنا المفاهيم الثقافية دي مش موجودة، فعايزاهم يطلعوا كبار مستنيرين إزاي. تالت حاجة إن أنا عايز أقول دي مش وظيفة الأزهر فقط لسبب بسيط، ما حدش يزعل منه أرجوكوا، أن من ينادوا بدعوى التكفير هم أصلا مش معترفين بسلطة الأزهر كمرجعية دينية لهم، هم حاسين أنهم أحسن وأنهم أكثر صرامة في تطبيق الدين الإسلامي، ما بيسمعوش الكلام المستنير ده ولا يؤمنوا به، هم مستقلين بنفسهم. هو ده المخيف، أن أنت لما تقري اللي طلعوا اتكلموا عن تفجير الكنائس، هو ماله مال الأزهر بيقوله، هو معتقد كده في 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 واقع نفسه. والأزهر يحتاج زي ما كنا بنتكلم إلى مزيد من تسويق
كل المنتجات اللي هو صح. بيعملها صح. لا دي واحده فاضل حاجه الناس بس ما تفهمش ان احنا قصدنا ندافع عن دين معين او نهاجم دين معين. احنا هدفنا المثالي هو تحقيق التناغم والانسجام. طب هو الامام خد موقف في الدين الاسلامي نفسه لما تم تكفير اسلام بحيري وهو مسلم يعني لا لان احنا هذا المجتمع سينهار على ايام اولادنا واحفادنا اذا لم نفعل ذلك. اخر حاجه او اللي بعد الاخيره عشان انا دقيقه قبل الاخيره دي فكره كويسه برضه. لا مساله ازدراء الاديان مساله ازدراء الاديان لانها وردت برضه في الاحاديث. يا جماعه ازدراء الاديان انا احبطت تماما لما تم اسقاطه في مجلس النواب لسبب بسيط صح. ان كل مواد الدستور 64 و65 و67 و71 و92 ضد هذه المادة. مش ده القانون اللي تقدم ليه الدكتور أمن نصير وكلنا عيدناها يعني حاجة. بصي الأوحش من كده ان انت عندك في مواد العقوبات المادة 60 و61 في عقوبات للي يعمل حاجة كده. ثانيا أنا أؤيد قانون يتحدث عن خطاب الكراهية والتحريض عن العنف بس يكون في تعريف دقيق لان التعريفات المطلقه صح. بتؤدي الى ان احنا بنوسع المفهوم ونطبقه عندنا. يعني رشا ممكن تعتقد ان المساس بحريه العقيده تحريض على الكراهيه يعني طبعًا. وبعدين عايز اقول لك حاجه لا مؤاخذه وعقوبته لا تسقط بالتقاضي وفقا للدستور. بقى لها 33 سنه طبقت على مين يا رشا؟ طبقت على المفكرين والباحثين ما طبقتش على اي حد. وبعدين الماده موجوده ما شفتش بقى الاحكام العرفيه انتهت والناس اتحكمت. يعني انا هحاول افكر يعني حضرتك بس لا هديكوا الفرصه بعد. طيب دكتور عماد حضرتك عضو بارز في هذا البرلمان. لا مش عضو بارز. لا عضو عضو يعني عضو كيبنج لو بروفايل عضو في هذا البرلمان. لماذا لا يتم يعني مثلا الماده تعديل الماده الخاصه الثانيه حتى اللي حضرتك اشرت اليها في الاديان السماويه الدستور ده صوت عليه 98% مش كده ولا ايه؟ طيب ما نتقدم بمشروع قانون لتعديل هذه الامور. طب ما نساند مشروع قانون ازدراء الاديان. طب اتفضل انا هقول لحضرتك على حاجه بس احنا يعني انا شخصيا مش عضو بارز لاني لا انتمي الى الاغلبيه ولا انا ازاي انا بتكلم عن نفسي كله هتكلم عن نفسي هيلبسني ما فيش اغلبيه اصلا لا في يعني اختلاف دعم مصري لا في اغلبيه طبعا مش في اختلاف اغلبيه استني انت سبتهم سبت مين طبعا دي انا لو كنت ما كانش حصلت المداخله معاكي كنت لا 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 لو كنت ما كانش حصلت المداخله معاكي لو كنت انا في دعم مصر مع احترامهم كلهم اصدقاء. بصي اللي انا عايز اقوله احنا مش عايزين نحرس في البحر تمام صح. احنا عايزين ناخد عشان نبقى متفائلين عايزين ناخد خطوه صغيره لقدام صح. لان التطور تدريجي في المجتمعات وعايز اقول لك على حاجه احنا ليه بنقول هذا الكلام ومتحمسين له لانه النقطه الاساسيه يا استاذه رشا هي القانون صح. دوله القانون صح. والمواطن عشان كده بحيي الشيخ خالد الجندي على صحيح. اللي قاله رجل الدين ربنا الناس كويس وخليهم يعني على مكارم الاخلاق بس مش مطلوب منك اكتر من كده قيم الاخلاق لا تقول لي على الحاكم كذا ومش الحاكم كذا ويطلع يأيد السادات يبقى رئيس مدى الحياه مش عايزهم يدخلوا في السياسه خالص. النقطه الثانيه دوله القانون ليه؟ لان المجتمعات تطورت بالقانون ما تطورتش باي شيء ثاني غير القانون صح. يعني السود كان بيتميز ضدهم وكانوا ما بيركبوش حافلات البيض لغايه الخمسينات في امريكا الستينات كمان صح لغايه الست قالت لهم مش قايمه مش هقوم صح ودفعت الثمن صح. بعد كده عمل قانون. انت عارفه النهارده لما احنا كنا بنستخدم كلمه نيجرو كلمه عاديه انت عارفه لو قلتها في امريكا تتحبسي جريمه تحول تمييز يقول لك افرو امريكان افرو امريكان اعتبروها تمييز اعتبروها كلمه نيجرو بيطبقوا النص بتاعنا فاهم ازاي؟ فاللي انا عايز اقوله انه النهارده لما اتقطعت الكهرباء بالليل في لوس انجلوس الناس هربت من المطاعم وكسرت مش عارف اللي انا عايز اقوله ايه؟ ليه بتوعنا وقرايبنا لما بيروحوا دول عربيه زي الامارات ليه بيتبعوا اشارات المرور؟ لانه عارف ان في قانون هيتطبق وهيدفع غرامه صرامه ماشي عند حاجة. فالقانون بعد شويه بيتحول لثقافه صح عشان كده انا بقول لك انه نطبق القانون. يعني مثلا انا هقول لك معلومه بسيطه القانون المحترم او المشروع القانون بتاع الغاء الفقره واو من الماده 98 على فكره الفقره واو من الماده 98 حطها الرئيس المؤمن عشان الزاويه الحمراء قال لك اصل المسيحيه بتتهاجم كتير فاحنا عايزين نحمي المسيحيه من الهجوم فحط الفقره واو بس للاسف ما طبقتش غير على المسيحيين وكتاب ومبدعين انت فاهم ازاي؟
بس شفت كان طيب ازاي ومؤمن بجد ما هو حط رقم هو يعني مش حاجه بتمدي لا 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 انا عايزه ادي حق عشان ما بقاش بمارس تمييز ضد الشيخ تامر تمييز على فكره ممارس من اول يعني في تمييز ضدي دكتوره بتقدم ببلاغ دكتوره امنه نصير وهي ازهريه كريمه طبعا اصلت دينيا لاني لسنا في حاجه للفقره واو من الماده 98 مين يعني اللي اعترض مين اللي اعترض ممثل وزاره العدل طيب انا طيب انا عايزه توقفوا جنبها لا وانا عايزه اقول حاجه بصراحه يعني حاله القضيه الخاصه بازدراء الاديان الى تحديد جلسه وتحديد يوم انا شايفه ان هناك اراده حقيقيه تحاول ان اراده دي فيها قولان لكن ان ده خطوه ايجابيه متقدمه انا معاك طيب. لانه خلي بالك انا بس عايز اعلق على حاجه النتيجه ايه استنى المحاكمه بس اعلق على حاجه كلام الدكتور عماد وهو بيتكلم عن فكره ان الكلام اللي اتقال هو مرحله وسط وان احنا لازم نعالج من تحت من البدايه انا مع حضرتك ان احنا لازم نعالج من البدايه لكن الفيروس اللي انتشر ده فيروس لازم يقضى عليه تماما موافق حضرتك وانا يعني بتوجه دلوقتي لحضرتك كمسؤوله او كاعلاميه شهيره مسموع صوتك والله انا لا شهيره ولا مسؤوله لا ولا شهيره ولا مسؤوله زي الكل احنا من عامه الشعب زي بارز زي ما صدر قانون صدر قانون من مجلس النواب بحظر الفتوى على غير الازهري ممن واحد واثنين وثلاثة من ينتمي إلى الأوقاف أو إلى مجمع البحوث الإسلامية أو إلى هيئة كبار وضع البلد. ضوابط يا شيخ وضع ضوابط ومن يخالف ذلك يعاقب طيب إحنا محتاجين الإعلام يعمل أو مجلس النواب يطلع لنا تشريع سريع بأنه لا يستضاف في الإعلام إلا من يحمل تصريح والله أنا قلت حضرتك كده. قلتي أنه الأزهر الشريف أنه الأزهر الشريف فضيلة الإمام اتخذ إجراء ضد الكلام اللي قيل عن اسلام البحيري صح اسلام بحيري هنا الازهر عمل ايه تحمل المسؤوليه صح وتصدى بشجاعه في ساعات وتصدى بشجاعه وفي موقف وفي ظروف صعبه وما ما يعني لم يألو جهدا ان هو ياخد قرار وقرار صعب فالنهارده المؤسسه اللي هتدي تصريح هتبقى عارفه هي تدي لمين لانها ستحاسب او ستتحمل عواقب وتبعات كل من يتكلم باسم المؤسسه اما ان احنا نجيب حد من بره او من جوه وفي الاخر زي الازهري بيلبسوا كتير بيلبسوا الذي ينتمي الى المؤسسه كعامل في المؤسسه ويلبسه الخريج الخريج فاذا حضرتك عايزه تضبطي هذا الامر اضبطيه بهذه الصوره ما بنقولش الخريج ما بيشتغلش ولكن في مجموعه معايير يضعها الازهر الشريف حينما يعطي تصريح صح تمام موافقينك يا مولانا موافقين صح طيب موفين. انا عايزه اناقش نقطه ابعد من ده كمان اتفضل حضرتك بتتكلم في حاجات مهمه جدا في وضع اطار تنظيمي القانون يتصدى للواقع انا عايزه ارجع لحته اعمق شويه من اول ما حضرتك وحضرتك طبعا يعني داعيه صغير السن وانا فخوره بان عندنا جيل الان والله حاجه مشرفه حضرتك والشيخ احمد المالكي انا التقيت بيهم في مؤسسه الازهر لابعد من كده بقى لما يدرس لهؤلاء الدعاة ما هو أنا هبقى صريحة يعني هو الشيخ سالم عبد الجليل ومن يفكرون بهذه الأفكار جابوها منين يا فندم زي ما بقول لحضرتك هي مسألة فرق بين المصطلح الأكاديمي يعني أنا واثق أن أكيد الدكتور عبد الله رشدي والدكتور سالم قد لا يعني التكفير بالمعنى التكفيري قد لا يعني بهذا المعنى ولكن ربما هو يعني خانه لسانه بمصطلح اكاديمي لم يكن ينبغي ابدا ان يطلق على شخص ممكن اسالك سؤال معلش انا اسفه ان انا اقول هذا التعبير اسفه جدا يعني اتفضل لما نقول على واحده ساقطه اللي هي سقطت على الارض من على الترابيزه ولا من على السفره ما الذي تعني كلمه ساقطه في الثقافه العامه تعني انها غير سيئه طبعا جدا غير خلوقه الكافر يعني مش مؤمن بربنا وممكن نموته لا هي يعني انا بص يا شيخ بص يا شيخ انا لا سالم ما التزمش
بما قاله الامام الأربع بان المسائل ما تناقش. احييك على هذا السؤال ثانيه ودي مش اول مره دي للمره العشرين يعني بيقولها يعني انا حقيقه انا فعلا انا مع هذا السؤال ليه ما التزمش عنده رئيسه الاعلى الامام الاكبر فضيله الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر قال ما نتكلمش في المسائل دي للعام على التلفزيون زي ما احنا بنطالب لما يحد في الكنيسه يهاجم الدين الاسلامي هروح انا واقول كده يا جماعه ما يصحش عايزين تهاجموا يبقى دي في نقاش يعني تمام. لكن دي ده بدء الخطيئة الكبرى تمام امتى حضرتك تسألني انا كتاجر وأين من هذا الفكر المستنير لفضيلة الإمام امتى حضرتك تسأليني لما يكون في تشريع وفي معاقبة صح في مسألة عشان كده الدكتور عماد قال كلمه لكن انا هقول لحضرتك لا يعني لو البابا توادرس قال مثلا للقساوسة ممنوع تتكلموا في كذا في التزام ديني لما الفضيلة الإمام يقول لمن يظهر من الدعاء يا جماعة بنترجاك وهذا خطر على الوطن ولا تتكلموا دي معلش أنا مختلفة معاك يا فضيلة الشيخ دي مش محتاجة تشريع دي محتاجة ده في رمز الأكبر لمن يتحدث عن الدين الإسلامي صح مش بس في مصر لا ده بس في العالم الإسلامي لا بس في نقطة برضه يا دكتور يا أستاذة أنيسة نطلع تشريع لا بس حكاية الضوابط هي رادعة يا سيدة الفضيلة ما عنديش أي مشكلة أنت من غير قواعد وضوابط قوانين انا اقول حاجه لما نتجاوز ميثاق الشرف الاعلامي على الهواء ويتم معاقبتي هذه رساله رادع لكل من تسول له انا لا لا انا عايزه على انا معاكم طيب بس مستغربه بالضبط. ان رئيسه يعني الشيخ انا وهذا السؤال طرا على اذان الكثير طيب ممكن اسمع استاذ محمد الضريس وكل مشاكل طيب انا مش عايز نستغرق في الحديث عن الامور الدينيه او المتعلقه بالمنهج الديني في 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 القصه أصل الموضوع في تقديري أنه الدولة المصرية نشأت حركة الوطنية المصرية وأنا أسف أن هرجع لورا شوية لورا شويتين يعني أزمة الهوية المصرية هو إحنا هنستقل من الاحتلال البريطاني وهننضم للخلافة العثمانية ولا هنبقى دولة قائمة على مصر المصريين وبنتكلم عن دولة المواطنة والمسلم والمسيح سؤال الهوية ده اتطرح على المصريين من فترة من بعد الاحتلال البريطاني وخروج مصر من الخلافة العثمانية وكان في مدرستين بالمناسبة في مدرسة كانت بتقول وكان منهم مصطفى كامل الزعيم مصطفى كامل ان مصر ترجع للخلافة الإسلامية ثم جت مدرسة الوفد ومدرسة سعد باشا زغلول كان قبلها طبعا الدكتور احمد لطفي السيد وحزب الأمة مش عايز استغرق الجزء التاريخي لكن تطور بس انا عايز اقول لك على حاجة بقى مع انهيار الخلافة العثمانية ومع مصر لما كتبت الدستور 23 وهي بتتحول لدولة مدنية وهي رايحة وجي حكم بقى الدولة المدنية بعد الدستور 23 في حكم سعد باشا زغلول في 24 تأسست جماعة الإخوان المسلمين 28 اللي بيحصل هنا انه في فيروس الضرب لضرب فكرة الوحدة الوطنية ده متعلق بالدولة نفسها متعلق بعودة كل الدول في العالم اللي خدت مادة محمد احنا منزلنا 30 يونيو كان أزمة قوية طبعا هقول لك هو ده الاختبار الحقيقي السؤال ده مطروح بقى لغاية دلوقتي لانه لا يزال السؤال ده مطروح لانه تجدد تاني في السبعينات زي ما قال دكتور عماد احنا دولة مدنية عايزين نبقى دولة مدنية ولا فكرة تدخل الدين بالسياسة او تداخل الدين بالسياسة لا بص يا استاذ محمد اللي انا فاهماه ان احنا دولة مدنية بس احنا عايزين نترجم ده لواقع يقول ان احنا دولة مدنية احنا دولة مدنية احنا عارفين مبادئ لكن علينا ان احنا نطلع عشان نوصف الامور دولة مدنية لها غطاء ديني احنا عشان بس ما انتوش احنا دولة بتحاول في احنا دولة بتحاول تبقى دولة مدنية خلينا بس الحياة الدستور قال وهذا غير يعني واقعي تماما يعني يا استاذة رشا معلش طب خلينا يا شيخ تامر نسمع الوحيد اللي ما قطعتش حد اديني بس فرصة احنا اسفين يا استاذ محمد انت بتنب لنا ضميرنا كده الوحيد اللي بيساندني وما كانش صديقي يا محمد ربنا يخليك يا استاذة رشا احنا دولة بتحاول تبقى دولة مدنية الممارسة بتاعتها منذ السبعينات ومن اول ضرب اسفين جماعه الاخوان المسلمين لما اتحط سنه 28 لما خرجت مظاهرات الشعب مع النحاس دي وجهه نظر سياسيه خرجت مظاهرات الله مع الملك وهنا تدخل الدين في السياسه ده بداوا الاخوان في 28 وانت جايه اللي حصل بعد كده محاوله استدعاء هذه الصوره في فتره السبعينات في اطار صراع الرئيس سادات مع النصريين والافكار الاشتراكيه تحالف مع التيار الإسلامي السياسي وخرج الإخوان من السجون علشان يستخدم هذا الفيروس مرة تانية للأسف ما زال مستمر وخلينا نقول إذا احنا بنتكلم أن احنا دولة عايزة تبقى مدنية في طريقها أنها تبقى مدنية عشان تبقى التوصيف دقيق احنا دولة في مرحلة تحول ديمقراطي بعد 25 يناير و 30 يونيو احنا دولة في مرحلة تحول ديمقراطي لم تنتقل ديمقراطيا من دولة
ليها مفاصل استبداد على فترات طويلة إلى دولة ديمقراطية كاملة، مرحلة التحول الديمقراطي جزء منها. بس احنا عايزين نرسي ده. طب ما تصبري، ما احنا في بروسيس، احنا في هذه العملية، احنا دلوقتي نقول في مرحلة التحول الديمقراطي. مرحلة التحول الديمقراطي دي جزء منها هو التحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة دستورية، يبقى الدستور اللي بيطبق عليه. لو احنا دولة مدنية مش هتحتاجي لحل عرفي في المنيا ولا لحل عرفي في أي مكان تاني. صح. بما انه في حلول عرفية يبقى انت لسه ما انتقلتش تماما إلى الدولة المدنية. الخط الهمايوني في بناء الكنائس مستمر من الدولة العثمانية. انت يا دوب بادئ تعمل قانون لدور العبادة اللي هو قانون الكنائس، قانون بناء عشان الكنائس. عشان كده قلنا الاختبار الحقيقي لقانون بناء الكنائس، وبالتالي كده بنيت الكنيسة في كوملا. من الدولة العثمانية انت ماشي على نظرية الخط الهمايوني. انت وصلت دلوقتي الى انك بتعمل قانون اسمه قانون بناء الكنائس. ممارستك التطبيقية على الأرض بتقول لك أنت قد إيه وصلت لمرحلة التحول الديمقراطي أو للدولة المدنية ولا أنت لسه ما وصلت. أنا معاك في ده. كل دول العالم اللي اشتغلت على أن تطبق دستورها وتطبق قانونها والأديان تبقى بره السياسة هي اللي تقدمت. هذه المنطقة للأسف مش بتكلم على مصر بس، هي اللي جرى استدعاء فيها كل الصراعات الدينية والمذهبية لأسباب سياسية، وبالتالي هي المنطقة الوحيدة اللي فيها خناقات بين السنة والشيعة، وفيها خناقات بين الأكراد ومش عارف مين، وفيها خناقات بين المسلمين والمسيحيين. كل اللي بيحصل في هذه المنطقة من العراق لسوريا لليمن لمصر، كل استدعاء هذه الصراعات المذهبية والدينية تقف وراها أسباب سياسية في الأصل علشان هذه المنطقة تتقدم. وإذا نتكلم عن مصر بقى يعني كدولة محورية ورئيسية في المنطقة، لا حل إلا إنك تطلع الدين تماما بره العملية السياسية، وبالتالي انت بتتكلم عن خطاب الكراهية واستخدام التكفير واستخدام كل هذه الدعاوي اللي هي بتتقال بوازع ديني ولكن بيجري استخدامها لأسباب سياسية، تطلع بره المشهد ويبقى الحاكم في الأساس هو الدستور والقانون. هل واحنا بنسأل السؤال بقى عشان نكون بدقة، يعني هل الحاكم في مصر الدستور والقانون ونقطة؟ لا، عشان ما نبقاش بنضحك على نفسنا. الدستور والقانون وفي مجالس عرفية وفي حاجات كتير غلط وفي ممارسة على الأرض مش مظبوطة وغيره. هل بقى مصر دولة؟ زي ما الدكتور عماد قال مش هيتغير في يوم وليلة. أيوة، ما أنا عارف، ما أنا بقول موروث. أنا أقول لك إن أسبانيا مثلا يعني إذا كنا دلوقتي قلنا للدعاء مفيش حاجة اسمها إنك تطبقي أيوة. يعني لما قلنا للدعاء دلوقتي مفيش حاجة اسمها إنك تقف على المنابر تقول اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اسمها اللهم اشفي كل مريض. يعني اذا كنا اولادنا يعني المسلمين يعني من غير ما تهين المسيحيين مقبوله برضو. انا عايز اقول لحضرتك ان اسبانيا قعدت تنتقل ديمقراطيا ليس خطابا ازهريا، انا اسف صحيح صح حضرتك صحيح. لانه ما يدرس في الازهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لابتدائي ازهري ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا جاره مرض، فمنين النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يعني يزوره، ومنين يطلع ازهري؟ يستحيل. لا هو انا بس عشان حد بعت لي حاجه، لان في هل حضرتك عندي سؤال بس الكلام اللي بيقول عليه الدكتور عماد ان ده الخطاب والبذور والفيروس اللي بيتحط انا طب بس ادي محاضره. هل حضراتكم سمعتوا مني ان انا قلت لماذا لا يتم تعديل الماده الثانيه من الدستور؟ لا لا انا قلت هذا الكلام يا جماعه. هي مش ناقصه يعني، هي الحقيقه يعني بلاش انا يعني خليكم في اللي عندكم، بلاش تركزي على طه الله. مش عايزين نعدل حد، احنا عايزين نطبق اللي موجود بس نطبقه. احنا عايزين نطبق اللي موجود زي ما هو، عايزين نطبق 53 و62 و67 يعني المواد الموجوده. يعني انا قلت نعدل الماده الثانيه، حد سمعني بقول نعدل المواد الاستاذ نجيب قال ستصطدم، فقلنا له لا لا تصطدم لأن الدستور واحدة متكاملة، وده ردي على الأستاذ نجيب وأستاذنا وأنا بقدره وبحترمه. الدستور واحدة متكاملة بنص الدستور بموادة وديباكتو، وبالتالي المادة الثانية لا تصطدم مع المادة 53، لا تصطدم مع المادة 67 ولا 62، وبالتالي مفيش حاجة تصطدم مع حاجة. علشان بس إيه، لو في إرادة بقى من الأغلبية البرلمانية من الحكومة في إنها تطلع المشروع قانون مفوضية التمييز ده في إطار الانتقال الديمقراطي. طبعا ما بيش سويتش، انت ما بتدوشش على زرار تتحول الى دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه. بس محمد اللي بيخلي رشا ومحمد والشيخ تامر والدكتور عماد والاستاذه انيسه يلتزموا هو وجود قواعد تنظيميه تنظم هذا القانون في ايده. يعني حضرتك مش فاتح باب الاجتهاد يعني وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، في قانون بيمثل ان حضرتك بتمشي هنا ما بتمشيش هنا. لا هو انت اجتهد براحتك، انت اجتهد براحتك وعبر عن اجتهادك براحتك، لكن عندك ثلاث حاجات رئيسيه حدود. انا ما اقصدش الاجتهاد ده، انا اقصد لا انا على بقيت خايفه يعني انا اقصد الاجتهاد ان بدل ما انزل هو الطريق كده هنزل الخطوه دي وبعدين امشي، مفيش حاجه اسمها دي قواعد تحكم المساله. انت عندك تجتهد براحتك بس ما تجيش على التمييز
او خطاب الكراهيه او التحريض على العنف او الطعن في الاعراض. طيب. براحتك بقى في الاجتهاد الفكري زي ما انت عايز، لكن ما تجيش لو سمحت تستخدم هذا الاجتهاد في الطعن في عقيده اخر. ده مش اجتهاد، ده اسمه تمييز، دي جريمه. انا مختلفه معاك في حاجه واحده يا محمد، ان انت بتقول يعتمد على اذا كان النواب المجلس النواب عايز او الحكومه مش عايزه او الاثنين. لا، انا في نظري ان مجلس النواب هو صاحب السلطه العليا في هذا الموضوع. انا ما يهمنيش الحكومه عايزه ايه طبعا. يعني انا بس لا أنا معلش انا اكون اكثر صراحه يعني وممكن تزعلوا كنواب يعني. لا مش هنزعل. لا، مجلس النواب مرتبط باراده الحكومه لانه الاغلبيه البرلمانيه، ائتلاف الاغلبيه في مجلس النواب متماهي مع اراده الحكومه. ما ده جزء رئيسي من المشكله، يعني لا يلزم حد مستقل زيي ولا الدكتور عماد. هي دي الحدوته يعني. لكن بص اصل احنا لا انا معلش بص يعني. بص لا هو ايه تعرفنا سلمنا لا لو سلمنا بكده لا ايوه بس احنا لو سلمنا بكده يبقى ما فيش حد فينا طبعا ينزل اي يا جماعه هناك. هو انا ادعمك يا دكتور انيس، ولذلك انا ادعمك في انك مقدمه مشروع القانون وعلى المجتمع انه يدعم هذا الاتجاه. يا استاذ محمد هو اللي حضرتك بتقوله ده وكان الحكومه اللي هي هنا الدوله مش حضراتكم لا كل لا ما لا الحكومه مش الدولة. لا اكمل بس حاجه تانية، هي السلطه التنفيذيه معلش اوضح عشان المفاهيم السياسيه ماشي. ما حضراتكم في الدستور بتقول وتقوم الدوله هنا فاعل وجهازها التنفيذي هو الحكومه. عايز تقول لي ان الحكومه اللي بتقول اقرار دوله القانون ضد ان هي تقدم مشروع قانون زي السيده الفاضله اللي والله ده اللي حصل. والله الممارسه بتقول كده لانه ده متقدم بقاله دور انعقاد ونص بعدين ده قانوني. يبقى في انا من حق اسال بصي كمواطن هو فين؟ يبقى اذا اللي بيهدد الامن والسلم المجتمعي مش الناس اللي بتطلع تقول الفتاوى دي. لا ايوه طبعا ده جزء معاك. لا قلت سويت لا دي واحده. انا عايزه اقول لك حاجه، انت بتتكلمي لو القانون ده مش بس بتتكلمي عن منع التمييز، انت بتتكلمي عن العداله الاجتماعيه، انت بتتكلمي عن المساواه وحقوق الانسان، بتتكلمي على كل حاجه. انا شخصيا لما يطلع هرتاح واقول انا اولادي لما يعوزوا حاجه في من يحميهم. طب انا عندي معلومه وهي خاص لينا في كلام تاني، اسمحوا لي حضراتكم يقدموا مشروع القانون بعد الحلقه. ان فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شكل لجنه برئاسه المستشار القانوني والتشريعي لاعداد مشروع قانون لمكافحه الكراهيه والعنف باسم الدين، سيقدمه للبرلمان من القصر. ارجو ان احنا ناخد نمضي عليه الاثنين. احنا ناخد هذا الخاص. وانا الحقيقه ده كلام محترم يعني كل يوم بقول ان رهاننا على هذا الشيخ الجليل هو رهان صحيح. خلينا اقول ان هذا الخبر الخاص ارجو ان زمايلي يكتبوه. فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب يشكل لجنة قانونية برئاسة المستشار القانوني والتشريعي لمؤسسة الازهر لاعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، سيقدم للبرلمان من الازهر. وهنا حاولت هذه المؤسسة الدينية ان تحضر القانون وليس الدين. انا عندي ده كلام محترم جدا ويتقدر. انا عندي ملاحظة اللي قاله فضيلة الشيخ استاذ رشا اللي قاله مهم جدا لانه اذا احنا بنقول طب خدوا لي هذا الخبر لو سمحتوا العاجل او الخاص لينا لو سمحتوا. اتفضل. اذا احنا بنقول اين دور الازهر واين مسؤوليه الازهر، يبقى لازم امكنه من ضبط العمليه. صح. يعني انا اعلم تماما ان 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 الموضوع في الكنيسه موضوع الضبط ده موجود، يعني هو اي حد يخرج يستطيع البابا دينيا يحاسبه وقد يعزله. تمام. اسمها الشلح. يعزله يعني. طب ما هو اعفى رئيس جامعه الازهر حينما لكنه ناقصه حاجه. مولانا ناقصه حاجه اسمه تسجيل الزي الديني، الزي المسيحي. لا وده كان زي المسيحي مش مسجل، وبالتالي ممكن واحد يلبس الزي ويروح فاقع كلمتين بتاعه ويقول لك ده رجل دين. انت لازم تمكنيه وهكذا الازهر عشان يقدر يضبط المنظومه اللي عنده. مكنيه احييك يا فندم، هو بيحاول يحط خطوات عمليه لضوابط ولوائح. مكنيه يعمل الضوابط ويحاسب الناس. صح. كان في قانون تجريم كان اصدره سياده الرئيس الاسبق عدلي منصور وهو بتجريم من يرتدي الزي الازهري من غير الازهري. تمام. لا
لا ما هو ده لازم يمكن عشان تقدر تحاسبيه على انه ده مكتمل. نرجع كلها نرجع لاصل الموضوع. ليس جهه قضائيه يا استاذ رشاد. على فكره بس عايز اقول حاجه، المشروع القانوني اللي هيتفضل به فضيلة الإمام ده بقى اللي أنا كنت عايزة أقوله من أول هذه الحلقة، أن الأمر لا يتعلق بالدين ولكن من الدين إلى القانون. بالضبط. القانون صح. هو ده ولذلك. هو ده الأساس صح. في الموضوع. ولذلك أنا عايز جميع الدول حاضر. التي أنت تقول اللي أنت عايزه يا شيخ تامر. لا أي حاجة واحدة بس. جميع الدول التي تجاوزت السؤال بتاع علاقة الدين بالدولة بالمجتمع هي الدول اللي لازم نعمل تمييز للمرأة، تمييز إيجابي، تمييز ايجابي للدكتوره يعني. بمعنى طبعا انه طالما سؤال الدين مطروح كجزء من العمليه السياسيه او في علاقه الدوله بالمجتمع وبالافراد هيفضل المشكله موجوده. جميع الدول اللي هذا السؤال ما بقاش اصلا مطروح، بمعنى لا يمكن انت في فرنسا او في انجلترا او في امريكا او في المانيا يبقى مسموح انك تسال سؤال متعلق بتمييز ديني، لانه ده يخضع لطائله في قانون هنا بيحاسب على الكلام ده. لا حوار في العقائد بالظبط. هذه المنطقه مشكله. بعد اذنك بس بعد اذنك، عارف المشكله في راي الشيخ سالم عبد الجليل والتدوينه بتاعت عبد الله رشدي إيه؟ انه قال ان هو وما قاله لا يختلف عما جاء في القران من انه ليس مسلم وبالتالي وليس كذب، بس المهم ان احنا عايشين في وطن واحد، احنا هنعيش كلنا مع بعض. الحقيقه انه المفروض لا يقترب اصلا من فكره الدين بتاعه. فندم لا يقترب اصلا من فكره الدين بتاعه. تمام اتفضل. خلاص نسيت طب انا عايز اقول حاجه على المفوضيه. طب ايه رايك نعمل تمييز؟ انا هقول حاجه على المفوضيه. لا والله يا فضيله الشيخ ده احنا معجبين بحضرتك وادائك جدا. انا عايز اقول عمرك شفت شيخ اسمه الشيخ تامر؟ لا اهو لا يعني في نيو اظهر اكثر من كده يعني في نيو اظهر. انا عايزه اقول ان بعض اللي هاجموني في مجلس النواب على المفوضيه قال لك ولا هتتنفس وايه متحمسه ليها ليه؟ فانا قلت نفس المنطق اللي احنا بنتكلم عليه، لما انا يبقى معايا القانون يا رشا يبقى انا لما احب احقق الحاجه قانوني معايا، لكن لما هروح اقنعك في محكمه او اقنعك في مؤسسه تعمل كده مفيش حاجه اسمها كده. فالقانون بيديكي اداه في ايدك. يا رب بقى يوافقوا ان شاء الله واحنا هنتضمن الحاجه. طب كده بيقولوا ثلاث حاجات. اتفضل. الحاجه الاولانيه من كلام سياده الدكتوره النائبه انه هذا القانون الذي ضد التمييز جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقه المدينه لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فتح الله عليك. منتهيه. تمام. الحاجة الثانية وهي لا حوار في العقائد. أتمنى أن الهاشتاج يتضمن من قال هذه المقالة وهو فضيلة الإمام. صحيح. طبعا صحيح. طبعا. الحاجة الثالثة يا فندم الإمام ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، مشروع هذا القانون لمنع الكراهية معلش عشان تامر هو يتجاوز هذا الأمر علشان تامر الراجل على قده ممكن ما يكونش سمع فضيلة الإمام في مؤتمر ولا تابعه فلما يجي يطلع في التلفزيون في حلقة من الحلقات يبقى شاف الهاشتاج ده كتير على الفيس وعلى السوشيال ميديا فيعرف ان فضيلة الامام قال كده فهو طالع يبقى يخلي باله علشان ما نوقعش الدنيا في مشاكل. الحاجة الثالثة وهي خاصة بالكلام اللي حضرتك كنت بتقوليه انه فلان يحاسب لو قال كده، هي المشكلة مش في اللي بيتقال على المنبر بس، المشكلة في انه ما لا تزال هناك محاضن لهذا الفكر موجودة أحييك ومعروفة. أحييك أحييك. هو امين مع نفسه. احنا كمان ده الاخطر. ده الاخطر في القرن الواحد. خلي بال حضرتك يا شيخ تامر حضرتك بتقوله وده مهم، ده حضرتك يعني سمعت ده بيقول الاخطر ان يكون هناك فكرا باطنا يغذي هذا ولا نتعامل معه. يعني الدكتور عماد قال لك القضيه مش سالم عبد الجليل، ما انت خلاص لا نتعامل مع سالم عبد الجليل، لكن من الحاضنات اللي حضرتك ما زال موجود وما زال بس يأكل لغويا يأكل في الجسد ولا حضانات الاثنين الاثنين صح. لا سلام عليكم انت مش اي كلام. بصي الفكر المتطرف او ما يطلق عليه تجديد الخطاب الديني او تصحيح الخطاب الديني في تقديري ده مسؤوليه المجتمع كله، ما هواش مسؤوليه مؤسسه الازهر فقط. يجب على الجميع ان يدعم مؤسسه الازهر في ده واحد. اثنين اي توجه لاصلاح الفكر عموما اذا ما بداش بالتعليم احنا بنلف في دايره مفرغه. ثلاثه عشان لما هاجموني لما قلت يا جماعه اسمها ماده القيم والاخلاق او حتى يا جماعه لو مش عاجبكم القيم والاخلاق سموها التربيه الدينيه، لكن ما يبقاش في كتاب اسمه التربيه الدينيه الاسلاميه والتربيه الدينيه المسيحيه، هي اسمها التربيه الدينيه. ونقعد بقى ندرس عند عيسى عليه السلام المحبه والسلام وندرس عند محمد الصدق والامانه. وانا مش فاهمه يا استاذه رشا في المدارس المجتمع المصري دلوقتي بقى مجتمع في انا اسف
في بعض التداخلات المعقدة. يعني الطالب في المدرسة بيدرس له مدرس مسيحي أكفأ، قد يكون أكفأ من مدرس آخر زميله مسلم في نفس المادة والطلبة بتحضر له، ولكن من الذي يدرس مادة الدين الإسلامي داخل المدارس؟ صح. مادة الدين الإسلامي قد يكون بعض المدرسين يحمل فكرا هكذا أو هكذا، ومن المسؤول في النهاية؟ أحييك. يبقى الطالب بيقعد قدام مدرس مسيحي بيشرح له بيتلقى منه، وأظن مفيش مثال أقوى مفيش مثال أقوى من أنه بنتعامل مع بعض أكتر من كده، من أن احنا مواطنين أكتر من كده. لكن لما ننتقل أتمنى أن الأزهر يكون هو المسؤول عن تدريس مادة الدين والقيم والأخلاق في المدارس وتمكين الأزهر من ده. ينفع اقول ان انا لسه متفائله، بس عشان لما نختم انا متفائله يعني طول ما في افكار زي اللي حضراتكم بتقولوها، طول ما الحديث ده بيتفق. ممكن تقولي متفائله انك تشوفي جيل من هؤلاء يعني الجيل اللي بيمثله الشيخ تامر والفكر اللي قاله النهارده يمثل نضج، ونرجو ان يصبح هو الاغلبيه في داخل المؤسسه. احنا عندنا مرحله في الوقت اللي الخطط متكامله بتطلع داعش وبتطلع التفجير وبتطلع سوريا، بتبهدل سوريا وبتبهدل ليبيا، انت عندك خط بدأ روحاني ما بين بابا الفاتيكان وبين البابا تواضروس وبين الإمام الأكبر. طبعا يعني الكلمات جميل. لو خدت الكلمات الثلاثة منهم تدرس. احنا مش عايزين منهم غير انه يدرسوا ليت بس وينفذوها داخل مؤسساتهم، ينزلوها في المدارس داخل مؤسساتهم. واحنا لما كنا بنقول من فترة فصل الدين عن السياسة كنا بنتهاجم باعتبارنا مش عارف ايه، احنا بنقول الدين مطلق ومقدس. صح. السياسة زي ما درسناها متغيرة. صح. ومصلحية. صح. وليست مجال عمل الرجل الفاضل وفاسد احيانا. فاحموا الدين بابعاده عن السياسة وحافظوا على قدسيته وخلوا السياسة تتلعب بقواعدها. صح. فاهم ازاي؟ فاحنا بنقول انه ما فعله انت، خلي بالك بابا الفاتيكان اللي قبله. بس انا عايز حضرتك تضيف كلام الاستاذ محمد. نعم. تضيف كلام الأستاذ محمد علشان المعادلة تكتمل، ليه؟ وهو عدم لعب السياسة بالدين. ما احنا قلنا فصل الدين، هو ده أظن ضرب المشروع المتطرر. بس هي فعلا الناس كانت تهاجم وتتشتم لما تقول استخدام خطاب الكراهية وتوظيف سياسي لجماعات معينة. محمد وسط كلامه قال جملة احنا كدارسين مسلم بيها وواصلين النتيجة، لم يحدث تقدم في أي منطقة في الدنيا. صحيح. إلا بفصل الدين عن السياسة. بتحفظ للدين كرامته. أوروبا في العصور الوسطى أطول حرب بانت في أوروبا هي الحرب الدينية. صح. 70 سنة. صح. بين الكاثوليك والإنجليين من 1789 لا قبل كده، دي انتهت 1643 بقى. احنا بنتكلم على 451. طيب. طيب. فازاي فاللي انا عايز اقوله لو احنا خدنا الاسس دي. صح. واعتقد ان البابا روما اللي قبله قال لك ما حدش هيدخل الجنه لا مسلمين ولا غير كاثوليك. صح. بما فيهم المسيحيين والارثوذكس. صح. ايوه ده بابا انت عندك يعني واحد. احنا عندنا واحد يعني يمثل استناره العالم محظوظ بيه في هذا التوقيت. صح. وعلاقته الشخصيه، انا والله العظيم واحد من الناس اللي تاثروا تاثر كبير جدا وهو بيعانق شيخ الازهر. جدا. طب انا اقول حضرتك حاجه يا دكتور، عشان احنا احيانا ما بنعرفش حاجه، احنا ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا والله. قداسه البابا تواضروس وفضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، الحقيقه ان احنا محظوظين حظ يعني ربنا بس اللي بيعلم بابا روما تبقى ثقل كبير. بس انا بتكلم على الوطن، على الوطن يعني بابا الكنيسه يتحمل ما لا يتحمله بشر، والحقيقه بيقدم وطنه على اي حسابات اخرى، على اي حسابات اخرى في مواقف يعلم ربنا. انا لما بسمع الرجل ببقى حاسه ان هناك الم داخلي يعتصر لكنه يتغلب على ذلك من اجل مصلحه في مصلحه الوطن. عليا. صح. صح. انا عايز اقول ان احنا خلصنا مش بس فضيله الشيخ خد بقى اللي هو وقت البرنامج اللي بعده مش علشان بس فضيله الامام بيحمل هذا الفكر المنفرد والفكر المستنير، لكن كمان لانه فضيله الامام كل الكلام الذي يطرح على موائد المؤتمرات سرعان ما يطبق ويترجم الى مواقف عمليه. نقطه صح. ده انا عايزه احيي المشروع اللي هيتقدم به فضيله الامام، وتحيه كبيره جدا كل يوم الحقيقه. زي ما قلت لحضراتكم الرهان على هذه المؤسسه هو رهان صحيح، وان هناك خطوات تجري على الارض بشكل واضح جدا. والحقيقه انا كنت متعجبه قوي لما فضيله الامام يقرر اعفاء
رئيس الجامعة ويختار شخصية معينة هو يرى أنها تمثل هذا الفكر، فيطلع أحد أنه بيقول لك هنعمل ضده مظاهرات. يعني ما هو برضو مسألة تمكين هذه المؤسسة زي ما الدكتور عماد قال، تمكين هذه المؤسسة من آليات وقوانين واضحة تمكن من تطبيق هذه الأفكار هي مسألة في غاية ونبي دعوة ليا أن ما يفوتش عليا السنة الثانية الذكرى السنوية الثانية. لا 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 يا دكتور علي، دكتور علي عبد العالي يا دكتور علي، وبعدين ترجع يا دكتور علي تقول انا زعلان من الاعلام. يعني فقه الاولويات يا دكتور علي، الا يعد هذا القانون قانونا مهما ليتقدم اجنده التشريع؟ هو في ايطاليا دلوقتي مش هسمعك. مش هيسمعني طبعا. انا مش بس قانون مهم، ده التزام دستوري. ايوه يعني هنعمله غصب عنه. الدستور قايل له ان لازم. انا بشكر حضرتك، احنا عايزين بس نحييكي على انا اللي عايزه احيي حضرتك. والحقيقه انا فخوره جدا جدا بكل الافكار الجميلة اللي حضراتكم قلتوها، والتفاؤل ده جاي من المسألة دي، ان في ناس مؤمنة بهذه الافكار وسنجاهد ونكافح. وكانوا دايما يقولوا الطريق دائما مش مفروش بالورود. لا، ومؤمنة يعني ان مصر مستقبلها كويس ان شاء الله. الله بإذن الله بوجودكم، وفخورة بيكم ان كنت شرفتوني النهاردة بهذه الافكار المستنيرة. النائبة المحترمة الأستاذة أنيسة حسونة نورتينا يا فندم. النائب البارز دكتور احمد جد نورتنا، والشيخ تامر نورتنا، وبتمنى لك التوفيق. وعندهم مرصد الازهر بيعملوا فيه شغل رائع. كان بيقول لي ان شاء الله مره اروح اشوف. رائع. والاستاذ محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الانسان نورتونا. عايز اشكر زملائي الاعزاء اللي اشتغلوا على مدار هذا الاسبوع مع حد متعب ومرهق زي كده. بشكركم واشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله، وحلقه جديده من كلام تاني مع رشا نزار.